الخير لكم مشاهدينا. بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بصبحيتنا المباشره على الهواء عبر شاشه تلفزيون لبنان اللي رح تستمر لغايه ساعتين ونص من الوقت. طبعا كتار امبارح شافوا شو صار بلبنان، فوق انه المواطن طايف قلبه وغرقان بهمومه ومشاكله وكل الامور الاقتصاديه والاجتماعيه يلي للاسف غرقانين فيها بهالبلد، وعم بتوجع المواطن. اجت الامطار والسيول حتى تغرقوا أكثر، حتى تضيف عليه أكثر، حتى تحملوا مسؤوليات أكبر وعبء أكثر وأكثر. يعني هون ما بعرف على مين بدنا نحط اللوم، هل اللوم بده يكون على الوزارات المسؤولة، على البلديات، أو كمان في لوم يمكن بجزء صغير على المواطن يلي للأسف يعني ياما بنشوف أنه في مواطنين بكبوا من سياراتهم، ياما بنشوف أنه في مواطنين ما بينتبهوا للبيئة اللي لازم يحافظوا عليها، خاصة أنه البيئة هي جزء من بيتهم لازم يهتموا فيها مثل ما بيهتموا ببيتهم، مثل ما بيهتموا بعائلتهم. الطريق هي ملك للجميع والطريق هي مسؤولية الجميع، فلازم نحن نحافظ على نظافة حتى كمان هيدي المسؤولية ما نوصل بيوم من الأيام أنه توقع علينا، فخلي المسؤولية تكون على غيرنا أحلى ما تكون علينا نحن كمان. فيمكن لبنان اللي غرق امبارح هيدي مش لأول مرة بنشوف هيدي الظاهرة وهيدي المشاهد بلبنان. كل سنة كل ما بتشت الدنيا بنرجع بنشوف هالطوفان وبنرجع بنشوف الطرقات غرقانة بالمي. يعني إذا مثل ما بتشوفوا هون هيدي الصورة من عام 65 قدام سان جورج، يعني كمان الطرقات فاضت بالمي، يعني مش جديد ابدا على لبنان، من وقتها لليوم ما تغير شيء. يمكن هون سؤال بيطرح نفسه، شو لازم نعمل؟ شو لازم نغير؟ هل بنبلش من ذاتنا؟ يمكن هون المسؤولية الأكبر أنه إيه لازم نبلش من حالنا قبل ما نحط اللوم على غيرنا، لأنه نحن مسؤولين عن هالبلد، نحن مسؤولين عن اختياراتنا كمان للمسؤولين بهالبلد. فخلينا نبلش من ذاتنا، خلينا نغير من نطاق صغير، من مجتمع صغير تنوصل لحل أكبر. اليوم 10 كانون الأول هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هيدي الحقوق يلي هي مشروعة لكل واحد منكم. طبعا حق كل مواطن يعيش بكرامة، يعيش ببيئة نظيفة، يعيش باستقلال، وبنفس الوقت تكون حريته مصانة، لأنه الحرية هي حق لكل واحد، وعندما تنتهي حرية الآخرين تبدأ حريتي. لا، مش مسموح هيدا الشيء، لكن لازم أنا أعرف أنه حريتي هي واجب، أنه أنا أحترم حرية الآخر حتى يكون في عنده حرية لإلي. طبعا صبحية مميزة بتمناها للجميع، وإن شاء الله ما بتتكرر هيدي الأمور بلبنان، وإن شاء الله بنلاقي الحل قريبا حتى ما نعود لا نسمع صرخة مواطن ولا نسمع بكي أي من الأطفال أو الأمهات اللي طلعت صرختهم امبارح نتيجة هالفيضانات اللي صارت ونتيجة المي اللي فاتت على بيوتهم كمان، لأنه بحق لهم كمان من عشية يرجعوا على بيوتهم ويرتاحوا ويناموا بأمان وسلام، مش يناموا بالسقعة ولا تكون المي غامرة بيوتهم. على أمل أنه تنحل كل هالأمور ويكون الوطن هو وطن عايش مشترك للجميع. راح أعطيكم فكرة شو ناطرنا بصبحيتنا لليوم. البداية راح تكون مع غرفة التحكم المروري وطالب بره اللي رح تعرف من خلاله على حركة السير على الطرقات بلبنان وإذا في بعض طرقات مقطوعة. منتابع من بعدها مع الكوتش ثائر حسكور والتمارين الرياضية الصباحية يلي بيفيدنا فيها يوميا. لليوم أيضا بينضم لنا باتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي محمد كنج تنتعرف على حالة الطقس وكيف رح يكفي إذا في عاصفة جاية ناطرتنا ولا لا. وأيضا اليوم بينضم لنا داني حارب بفقرة وورد سيجمنت اللي بيطلعنا من خلالها على كل جديد بيتعلق باخبار متفرقه من العالم. اولى فقراتنا الحواريه لليوم راح تكون مع الدكتور محمد صنديد رئيس الجمعيه اللبنانيه للسكري، حتى نحكي نحن وياه عن فوز لبنان بكوريا الجنوبيه بالرئاسه الاقليميه للاتحاد الدولي للسكري. ايضا ضيوفنا لليوم ماريال بطرس منسقه بالعمل الرعوي الجامعي بجامعه القديس يوسف، ورح نتناول مبادره انسانيه من تنظيم العمل الرعوي الجامعي تحديدا لمساعده من هن بحاجه، طبعا قبل عيد الميلاد اللي رح تكون هالحمله من 21 ل 22 كانون الاول. ضيوفنا ايضا لليوم مايلا زرد مطران، راح نحكي نحن وياها عن مسرحيه هديه مريم. ضيوفنا ايضا اديب نعمه مستشار الاسكوا السابق للبنان وخبير التنميه المستدامه، طبعا رح نتناول وياه اليوم العالمي لحقوق الانسان اللي بيصادف اليوم. ضيوفنا ايضا روزين صعب رئيسه جمعيه لتكن مشيئتك، تنحكي عن الحمله السنويه لجمع التبرعات للعائلات المحتاجه تحت عنوان كل يوم بيمرق يسوع من حده مرات كثير.
هذا كان فكرة سريعة شو نعطيكم بصبحيتنا لليوم، البداية مع غرفة التحكم المروري وطالب برو. صباح الخير. صباح النور، صباحكم. وصباحك يا رب، يعطيك العافية. خبرني يعني بعد ما شفنا امبارح تسكير لعدد كتير كبير من الطرقات، اليوم في قطع طرقات وهل في طرقات بعدها مسكرة؟ ايه صحيح، اليوم عنا قطع فعلا بالشمال مثل العادي، بعد في عنا ساحة النور واوتوستراد المنية، الاوتوستراد والبحرية. نعم. وبالبقاع عنا المرج، غزة، جيب جنين ومثلث كامد اللوز، هو هن الطرقات المقطوعين من المحتجين. اما طرقات مقطوعة بسبب العوامل الطبيعية عنا بس طريق عينات الارز وحدث بعلبك، هو المقطوعين بسبب تراكم الثلوج. مداخل العاصمة الحركة عم تكون مثل العادي، نبلش من المدخل الشمالي، نبلش اليوم من النقاش، الحركة عم تكون ناشطة وصولا لأنط الياس، تبلش تصير كثيفة. الطريق البحرية مثل ما شايفين الحركة ناشطة، جل الديب كثيفة باتجاه نهر الموت، نهر الموت بتصير ناشطة باتجاه بولفار سن الفيل والدورة، وصولا لشارع حلو بتكمل ناشطة حتى وسط بيروت، الحركة عم تكون طبيعية. تقاطع الجديدة على بوليفار سن الفيل، حركة مثل ما شايفين كمان ناشطة. صالوني شوي كثيفة باتجاه الحايك. بالنسبة للمدخل الجنوبي ابتداء من خلدي الأنفاق وصولا للمدينة الرياضية الحركة عم تكون ناشطة، وبتكمل ناشطة كمان على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، ومن النفق باتجاه وسط بيروت كمان الحركة عم تكون ناشطة. المدخل الشرقي الحركة عم تكون طبيعية من اليرزة حتى الصياد، ومن الصياد المكمل باتجاه أسراد الرئيس إميل لحود الحركة عم تكون طبيعية. عندنا شوي الحركة كثيفة من جسر درج حمود باتجاه الأشرفية، وعندنا الحركة كمان ناشطة من جسر العدلية باتجاه الأشرفية. داخل العاصمة نبلش من العدلية، الحركة عم تكون طبيعية على العدلية، ناشطة على البربير، طبيعية على كورنيش المزرعة. تقاطع برج الغزال الأشرفية الحركة عم تكون طبيعية دون أي عوائق. كمان تقاطع برج المر الحمراء. وأخيرا الواجهة البحرية عين المرايس الحركة عم تكون طبيعية بالاتجاهين. هذا كان بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للإحصاءات خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 5 حوادث نتج عنهم قتيل و8 جرحى. محاضر السرعة الزايدة 127 محضر سرعة زايدة. للتواصل والاستفسار عن أي حدث على الطريق على 1120 بوسائل التواصل المختلفة، فيسبوك أبليكيشن وتويتر. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا لك طالب برو، يعطيكم ألف عافية، دايما متعبينكم معنا. شكرا للكوتش طائر حسكور على التمارين الرياضية الصباحية. متابعين بصبحيتنا، وصار الوقت نتلقى اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي مع محمد كنج تنتعرف أكثر على حال الطقس. صباح الخير. صباح نوري، هلا، يعطيك العافية. الله يعافيكم. خبرنا يعني امبارح شفنا كيف الأمطار كانت غزيرة بلبنان، يعني كان فينا نقول في شبه عاصفة ضربت لبنان، في شيء ناطرنا بعد هالأسبوع؟ كيف انكفى الطقس؟ اول شيء بالحمد لله على سلامة الناس، يعني الشيء اللي صار هو استثنائي. بس بدي ضوي شوية احصاءات بالنسبة اللي صار امبارح. خلال 24 ساعة الماضية شتت بحدود 100 مليمتر. نحن بالسنة كلها بالعادي بتشتت 825 منطقة بيروت تحديدا، يعني فعليا تشتت 12% خلال النهار من السنة كلها، السنة هي 12 شهر. هيدي الصورة التقطت بمطار بيروت، طيارة وحواليها البرد امبارح. صحيح، نزل برد بحدود 10 سنتي. نعم. تقريبا بحدود الساعة 12 الحرارة عملت ببيروت 8 درجات، يعني نزلت درجة الحرارة لحدود 8 درجات، وهي أدنى درجة حرارة كمان لهالسنة بمنطقة ساحلية.
هذه ظاهرة جديدة يمكن لأول مرة نشوفها ولا سبق وشفناها؟ صحيح قبل. يعني مش بالسبع سنين الماضيين شفنا هيك شيء على مدارج الطيران المدني. على كل حال كنا حكينا مع عبد الرحمن زوابي معنا مباشرة من داخل الاستوديو أنه نسبة المتساقطات أو كمية المتساقطات راح تكون فوق معدلاتها الموسمية، من هيك صار هيك مبارح. صحيح، هلأ بالنسبة للكمية المتساقطات تجاوزت المعدل بحدود 40 مليمات. نعم. لليوم، وتجاوزت السنة الماضية بمنطقة بيروت تحديدا كمان بحدود 40 ل 50 مليمات. بالشمال وبالمناطق الداخلية بعدنا تحت معدل بشوي وأقل من هيديك السنة. نعم. كمان بدي أضيف شغلة، أنه خلال ساعة واحدة شتت 30 مليمتر، هو رقم كبير. والريت كان تقريبا بعض الدقائق كان بحدود 3.6 مليمتر بالدقيقة الواحدة. نعم. يعني كميات مطر كتير كبيرة نزلت. نحن شهر كانون أول كلياته معدله 160، هي شتت 100 ملي خلال 24 ساعة. يعني اللي صار امبارح على الطرقات ما لازم نتفاجأ نحن فيه. نعم، يعني اللي صار امبارح على الطرقات ما لازم يكون مفاجأة للبنانيين، يعني هذا الشيء يمكن لأول مرة بيصير، ونسبة المتساقطات أو كمية المتساقطات فائت معدلات الموسمية. من هيك فاضت المي 100%. بس الناس لازم كمان، نحن بنعمل تحذيرات ونحن من الأربعاء الماضي عم نحذر، يعني صار الأشياء اللي صارت نهار الخميس كان في تحذيرات بقصة غزارة الأمطار واللاندسلا أو الانجراف التربة، ورجعنا حذرنا كمان اعتبارا نهار السبت ونهار الجمعة مساء كمان، أنه نهار الأحد ونهار التنين حيصير عندنا هالأشياء. نعم. بسبب أنه المنخفض عم يجي محمل كمية مطر كتير عالية أو كمية رطوبة كتير عالية وعم بكبها بوقت قصير، وهذا اللي عم بسبب هالفيضانات. لو الأمطار هي انسيابية وبشكل خفيف، الأرض بتمتصها وبنستفيد منها كمية جوفية. المشكلة أنه بتجي الأمطار بفترة كتير قصيرة عم تنزل، وعم بتسبب هالشي اللي شفناه وهالكوارث والفيضانات خاصة بالمناطق المأهولة والمناطق السكنية والسيول كمان. والسيول أكيد. نعم. السيول يعني برجع بضوي على شغلة، فيهم يتابعونا على الوزر انفورميشن نتورك أو الشبكة الوطنية للأرصاد الجوية. نعم. على الفيسبوك نحن مطلع نشرة وعم نحذر فيها، وعبر تلفزيون لبنان كمان بهالفقرة كل يوم عم نطلع من التنين لنهار الجمعة منطوي على الأرصاد الجوية شو التوقعات خلال الأربعة أيام. الشيء هيدا اللي بدي أقوله دايماً، عم نحذر يعني هون المسؤولين والمعنيين والمواطنين يسمعونا وينتبهوا من التحذيرات اللي بنعطيهم إياها، ويمكن يتصرفوا قبل ما توقع الكارثة. صحيح، هي صراحة أن احنا بنطلق تحذير، إذا الناس ما اهتمت له أو المسؤولين ما أخذوه بعين الاعتبار. نعم. يعني الكارثة بتصير مضاعفة. هذا كمان بدي ضويله. وهلا حاعطي من اليوم للخميس شو بالنسبه لوضع الطقس. محمد، قبل ما نفوت. نعم. من اليوم للخميس شو ناطرنا؟ بينحكى عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عاصفه جديده رح تضرب لبنان جمعه سبت احد، صحيح؟ هي من الخميس صراحه. من الخميس عم بيقرب، هلا منخفض علينا جاي من الغرب من جهه اليونان. نعم. بعكس المنخفضات اللي كانت عم تضربنا من ميله الشرق. المنخفض حيأثر علينا اعتبارا من نهار الخميس. الخميس حيكون طقسنا بالإجمال ببلش غائم مع أمطار كتير خفيفة بالفترة الصباحية، الغزارة حتكون بالفترة المسائية للصراحة. نعم. وكمية الأمطار رح تكون مثل اللي شدناها مبارح؟ أقل شوي، بس يعني بينت أنه في مش مشاكل شوي بهيك بالبنى التحتية. إن شاء الله ما تعطي نفس التأثير. نعم. على كل حال بعتقد بالشتوتين الماضيين وهلأ يعني المسؤولين والمواطنين صار عندهم وعي أكثر بالنسبة للتحذيرات اللي عم نطلقها. إن شاء الله. أنا حضوي على نهار الخميس الفترة المسائية حيكون عندنا غزارة، برجع بشدد، ونهار الجمعة مساء صباح السبت هيدي الفترة كمان حيكون عندنا غزارة أمطار. أوكي. نعم. يعني هيدا بمختصر مفيد. هلا بالنسبة لطقسنا اليوم. تفضل. طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وعندنا ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة كتير خفيفة، عندنا ممكن ينزل ثلج على 1500 متر وما فوق، والطقس بيتحسن تدريجيا خلال الليل. الأمطار إذا بدها تنزل بالمناطق الشمالية، ما عندنا أي شيء له علاقة بغزارة للأمطار اليوم، أمطار كتير خفيفة حتكون، بعد في رطوبة لعم بالجو. وبكرة غائم جزئيا، طقس كتير حلو، عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة بحدود الدرجتين لثلاث درجات بالداخل وعلى الجبال،
الساحل ما في أي تغيير، يسكر بحدود الدرجة واحدة ما محرزة. رزاز بشكل متفرق بالمناطق الشمالية والداخلية بالفترة المسائية، بتنزل الحرارة والرطوبة عم تكون بحدود 75% ل80%، ممكن تعمل شوية رزاز مش أكتر. هلأ الخميس ببلش طقس غائم جزئيا، بيتحول دغري لغائم وبداية انخفاض درجات الحرارة، وهون ببلش عنا احتمال تساقط الأمطار بتبلش يزيد، وحتكون مثل ما حكينا الغزارة بتشتد غزارة الأمطار بالفترة المسائية. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل لليوم بين 11 و 22 درجة، جبال من 6 ل 11 درجة، والمناطق الداخلية من 4 ل 11 درجة. الهواء اليوم ممكن يوصل لل 40 كيلومتر بالساعة والرؤية جيدة. حرارة سطح الماء 22 درجة، البحر بعده شوي مايج، وساعة شروق الشمس 6:32 دقيقة، الغروب 4:30 دقيقة، يعني النهار تقريبا أقل من 10 ساعات صار. هذا كل شيء. شكرا لك محمد كنج. بدي أطلب من المواطنين يدفوا منيح وينتبهوا على الطرقات الجبلية، وطبعا منحذركم دايما انتبهوا وتابعونا، لأن التحذيرات اللي نعطيكم إياها هي واجب حتى تتوقعوا، طبعا على أمل أنه ما تتكرر الكوارث الطبيعية اللي عم نشوفها بلبنان والظاهرة اللي شفناها مبارح، لأنه المواطن لازم بقى يرتاح ويعيش بأمان وسلام. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعينا بصبحيتنا من أحلى صباح مباشرة عبر تلفزيون لبنان. بدي أذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، إن كان عبر الفيسبوك تويتر أو الإنستغرام، ورح تمرق بأسفل الشاشة. دايما لبنان بيتبوأ المراكز العليا، ودايما الدكاترة والأطباء والطلاب بيرفعوا اسم لبنان بالعالي. كيف إذا كان لبنان ولا أول مرة عم بيتبوأ مركز جديد له، اللي هو الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للسكري دكتور محمد صنديد، اللي هو رئيس الجمعية اللبنانية للسكري. عم بيفوز لبنان بكوريا الجنوبية بالرئاسة الإقليمية للاتحاد لأول مرة. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور. يا هلا. بالبداية خبرني شوي عن مرض السكري، يعني اليوم قبل ما نفوت بالنظم السياسية لمرضى السكري كيف لازم نأمن لهم إياها حتى نساعدهم أكثر، خلينا نحكي عن مرض السكري بالإجمال، شو هو بالبداية وقد إيه نسبة انتشاره اليوم بلبنان؟ المرض السكري مثل ما كل الناس بتعرف إنه صار مرض منتشر كتير بمنطقتنا ولبنان تحديدا، من الدول اللي الانتشار فيه كتير عالي. لا شك بأنه تغيير نمط الحياة وأسلوب الحياة هو السبب الأساسي بانتشار هالمرض. نسبة الإصابة بلبنان يعني تعتبر عالية نسبة إلى النسب الدولية. يقدر عدد المصابين بالسكري من النوع الثاني اللي هن بياخدوا حبوب أول شيء وبعدين ممكن ياخدوا أنسولين ويبلشوا بالحمية، نسبتهم بحوالي 500,000 يعني نصف مليون، وهذا العدد كتير عالي. وأكيد نسبة الإصابة بالمرض السكري من النوع الأول هنا عند الأطفال لا يتعدى 2,000 أو 3,000 مصاب. وهو على تزايد اليوم بلبنان هذا المرض؟ أكيد أكيد انتشار عالي وعلى تزايد، لهيك يفترض أنه نعمل سياسات صحية لحتى نقدر نخفف من هالإصابة. أول شيء مبروك رئاسة الاتحاد الدولي للسكري، خبرني شوي عن الاتحاد الدولي، لمحة سريعة عنه. الاتحاد الدولي للسكري هو أعلى مرجعية للسكري بالعالم، عضويته فيها 190 بلد، لبنان عضو بهالاتحاد. الاتحاد بيقسم إلى 7 مناطق، لبنان بالمنطقة الأولى اللي هي الميناء، نعم. شمال أفريقيا وآسيا. بس ممكن نوقف شوي. ايه تفضل. اكيد طبعا، يعني بعرف كتير منيح قدي يمكن هيدا الموضوع موضوع اساسي ومهم، كرمال تحت نرجع نتابع الموضوع فيه ولقائنا حول السكري ومداره ومنافعه، خاصة انه اليوم لما بنرأس اتحاد دولي للسكري مفروض نحن كمان نكون واعيين لمخاطر هيدا المرض وللأنظمة السياسية والاجتماعية للمرضى. راح نروح لفاصل اعلاني صغير ومنرجع من بعد لمتابعة حديث. عم
عودة لكم مشاهدينا وعودة لمتابعة حديثنا عن السكري وعن فوز لبنان بالاتحاد الدولي للسكري بكوريا الجنوبية، عن عضوية لبنان وعن عضوية الاتحاد تحديدا وعن دور الاتحاد مع الدكتور محمد صنديد. صباح الخير. صباح النور. هلا خلينا نتابع حديثنا استاذ احسن. طبعا كنا عم نحكي عن اتحاد دول للسكري اللي هو اعلى مرجعيه للسكري بالعالم واللي بضم 190 دوله بيناتهم لبنان، بضم الجمعيات اللي بتشتغل بالسكري بكل بلد. الاتحاد بيتقسم الى 7 مناطق، منها منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا المينا اللي لبنان فيه، وحوالي 22 بلد بهالمنطقه هاي. الانتخابات بتصير على مرحلتين، المرحله الاولى عبر المنطقه اللي هي 22 بلد واللي لبنان فاز فيها، وبعدين بينطرح الاسم على الجمعيه العموميه واللي اخذ لبنان حوالي 97% من نسبه الاعضاء الموجودين. لبنان يعني خلينا احكي عن الاتحاد، الاتحاد بضم 190 دولة. صحيح. ولكن الاقليم هو ممثل ب 22 دولة. صحيح. نعم. صحيح، بس في بلد في اكثر من جمعيتين اللي هن امريكا او غيرها او ثلاث جمعيات. نعم. يعني ولبنان كمان. المؤتمر شو تضمن بهيدي المؤتمر تحديدا وبهيدا النهار شو نحكى؟ المؤتمر بصير كل سنتين ببلد، السنة بكوريا، بعد سنتين بتايلند، كان أول شيء بفانكوفر، كان ببيريز، بساوث أفريكا، فكل سنتين بنعاد هالمؤتمر لانتخاب الرئيس الاتحاد بشكل عام، وبضم مواضيع علمية بتحكي عن السكري بكل تفاصيله، وبيحكي عن سياسة صحية بهالعالم، يعني نسبة الإصابة بالعالم حوالي تقريبا 450 مليون مصاب من النوع الثاني. بلبنان اكيد في هذا النسب عن الاصابه ولا اي طبعا لنشوف هيدي الكورب، ارتفاع هاي عدد المصابين بالسكر قديش كنا بال150 مليون سنه ال2000. نعم. هلا حوالي نرجع الجراف قبل لو سمحتوا. كنا بال150 مليون، كنا 150 مليون سنه ال2000. نعم. وهلا حوالي تقريبا 450 مليون سنه ال2018 او 19. هذا بفرجينا انه قديش عم يطلع الاصابه بالسكري بالعالم بشكل كتير بسرعة. وهذا الشيء اللي بيخلي الاتحاد الدولي للسكري يعمل سياسات صحية تنزل نسب الإصابة بهالبلدين. يعني ما طبعا اليوم ما حن فينا نناقش كل البرامج، ولكن الاتحاد عنده برامج لتخفيض الإصابة عبر الوقاية الأولية سواء بالمدارس أو البلديات أو بالمجتمع بشكل عام. هون بنشوف قديه نحن بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيح. بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قديه صارت نسبة الإصابة عم ترتفع كثير نسبة للمناطق الثانية. نعم. يعني بال 2019 في عندنا 55 مليون، بال 2030 يقدر 76 مليون، بال 2045 يقدر 108 مليون. يعني إذا بدنا نضلنا ماشيين بهالنمط الحياة وبهال بعدم الوقاية للإصابة رح يكون الشرق الأوسط ولبنان منهم نسبة الإصابة عالية. هذا بفرجينا قديش اهتمام الاتحاد الدول للسكري بي هيدا الحمل الوطنية. هيدا اليوم العالمي للسكري اللي بيكون عادة ب 14 نوفمبر واللي يكون كل شهر تشرين الثاني. السنة كان الشعار هو السكري والعائلة. شو السكري والعائلة؟ العائلة كتير مهمة حتى تتكاتف وتتآزر مع مريض السكري. مثلا انه ما بصير نقول له لمريض السكري بالبيت ما تاكل ما تساوي ونجيب كل القطايب والحلويات وهو يشوفه ويمتنع. اثنين، في مشاكل كتير عند مرضى السكري ناحية الزواج. في انا بعرف ناس كانوا يخفوا المرض عنهم لانه ما بدها بنتها ما يجيها عريس او تتزوج. في ناس بخافوا، ولكن بهالحالة بنتقل المرض للاطفال للولاد كمان. لا، منه وراثة ابدا. في كتير اشخاص بيقولوا انه هيدا عامل وراثي. ممكن في عامل ولادي عند الكبار مش النوع. يعني اذا وحدة عندها سكري. لا. وتزوجت مش بالضرورة ابدا ابنها يكون عنده سكري، ما ندر. بينما بس في احتمال يكون عنده سكري، في احتمال بسيط جدا. نعم. جدا بس. نعم. بيكون من عامل تاني. بينما اذا اصيب بالنوع التاني اللي هو 95% 85 90% من الاصابه بالسكري هن من النوع التاني عند الكبار،
ممكن نسأل وفي حدا بعائلتك بيقول لك امي بيي خالتي الى اخره، في نسبه الاصابه من في نسبه الانتقال بواسطه الوراثه زائد العوامل الخارجيه اللي هي الدايت، الاكل، عدم الحركه الى ما هنالك. اما النوع الاول اللي بشكل 10% عند الاطفال واللي علاجه بس بالانسولين نسبة الوراثة تقريبا معدومة، يعني أوكي. بيجي هيك فجأة لأنه شي فيروس أو شي شغلة معينة أصابت هالطفل منذ صغره. لا هلا قبل ما نحكي عن الأسباب يلي بتأدي لمرض السكري، خلينا نحكي شوي بعد عن المؤتمر يلي صار، عن الأطباء يلي شاركوا بهيدي الحملة، عن العاملين أيضا ضمن هيدا الإطار يلي كان في لهم دور كمان تحت يضووا على مرض السكري. شو كانت أبرز المحاور يلي انطرحت وانحكى فيها؟ هذا المؤتمر ضم حوالي 9000 طبيب. الحقيقة هو عادة بيكون وعامل صحي وناس بيشتغلوا بالسكري، يعني ممكن يكون نيرس ولا تكون دايتيشن أو إدوكيتورز بهالمؤتمر، عادة بيكون أكثر من 15000، ولكن كونه كان بكوريا وبعيد لهيك العدد كان منخفض أكثر. بفانكوفر كنا حوالي 15000. هذا المؤتمر له عدة محاور، له عدة جوانب. في عندك ورش عمل للعاملين الصحيين، للتمريض، للدايتيشن، لحتى يتعاملوا مع مريض السكري بشكل جدي وعلمي، وفي أساليب للتثقيف الصحي. أكيد في مواضيع بحث علمية للأطباء، آخر مستجدات العلمية، شو في علاجات جديدة، شو في تجارب، شوف في استديات بنعرض فيه. على مدار 5 أيام بصير هالمؤتمر بشكل دائم. نعم. شو أبرز العلاجات الجديدة اليوم والمتطورة بهيدا لهالمرض تحديدا؟ لحسن الحظ مرضى السكري عندهم علاجات كتير متقدمة ومتسارعة، يعني كنا بالستينات أو السبعينات يقتصر علاج السكري على نوعين من الأدوية اللي هن الميتفورمين والأسيو، مش اسم الأدوية، اسم الكلاس تبعهم. تطور العلاج، صرنا هلأ بحوالي 6-7 أنواع من العلاجات، آخرها في علاج بيروح السكر بالبول بس يوصل على سوي معين. الأنسولينات تطورت كتير، يعني ما بقى في أنسولينات بتهبط السكري بشكل فجائي أو بتشكل خطر على الإنسان. صار في نوع من الفحوصات، صار في جادجت هلأ فينا الفريستايل. نعم. اللي هو بتفحص السكر بدون ما تبخش الإصبع، وهيدي للنوع الأول خاصة عند الأطفال. لحسن الحظ مرضى السكري كثير عندهم تطور بهذا المجال، ولكن علاج صار مكلف. وهون بنحكي نحن على السياسات الصحية، انه الدول اللي بترعى مرضى السكري تدعمهم سواء بدعم العلاج بالأنسولين بالحبوب إلى آخره، لحتى تخفف من هالأعباء اللي هي أعباء اقتصادية. وهلأ للأسف بهذا الظرف عم نعاني كثير، خاصة المرضى اللي عم ياخذوا الأنسولين، من كيف يحصلوا على الأنسولين لأنه أسعارها شوي غالية. طيب السياسة الصحية اليوم لمرضى السكري بلبنان كيف يعني احنا اليوم نحصل لهم ظروفهم، كيف ممكن نساعدهم؟ لا شك بأنه البدء بالإحصاءات، يعني أول شيء لبنان ما بنعرف قديش عدد مرضى السكري تماما، يعني الإحصاءات منا ريبريزنتاتيف، يعني منا تمثيلية، بنعمل إحصاء بحي حيين هذا منه كافي، لازم يصير في إحصاء شامل على كافة الأراضي اللبنانية تنعرف المرضى عددهم، شو بياخدوا أدوية، قديش أعمارهم، تنقدر نعمل خطة على مدى 5 سنين 6 سنين إلى آخر لنخفض من معدل الإصابة بمرض السكري بلبنان. اثنين، هذا دور الدولة وأهمية وزارة الصحة أنها تخطط على مدى طويل. يعني أنا لما أسست البرنامج الوطني للسكري بالوزارة بال2006 رسمنا خطة خمسية بسنة 2007 على أساس نمشي فيها. هلا لظروف ما قدرنا نحقق كل هالخطط هاي، بيجي وزير بروح وزير، ما كتير منكمل. لهيك بدنا نطبق هالخطط على مدى السنين لحتى نخفف من أعباء هالمرض اللي هو مشاكله على العين، على الكلى، مشاكله على القلب، على مشاكله على الأعصاب. مكلف، يعني إذا استثمرنا بالوقاية الأولية أكيد حنوفر كتير بالفاتورة الاستشفائية والفاتورة الصحية اللي بتجي من المضاعفات العالية. يعني يوم كاتحاد دولي يوم عم بتجربوا قد ما فيكم تساعدوا لبنان من خلال المؤتمر يلي صار بكوريا، شو ما فعل المؤتمر اليوم؟ صحيح. على لبنان، يعني وكيف قادرين نساعد مرضى السكري؟ اتحاد الدول للسكري منه هو نظري انه والله عمل رئيس اقليمي او كذا، هناك برامج ممكن نطبقها
وسهلة كتير وموجودة. على سبيل المثال ممكن نطبق البرنامج تبع الاتحاد اسمه كيدز على المدارس كافة، منبلش نعمل وقاية أولية للإصابة بمرض السكري تو بريفنت تايب 2 لحتى في وقاية من المرض النوع الثاني. ممكن نعمل برامج للأطفال المصابين بالسكري خلال المدارس كيف يتم تعاطي معهم، الكونتينات كيف توعية الأطفال كمان كيفية التعاطي مع الطفل المصاب والأساتذة. يعني عملنا بلشنا نحن من سنتين، إجا رئيس الاتحاد الدولي للسكري على لبنان وعملنا ثلاث ورش بالبرلمان، يعني وقتها كان في اللجنة الصحية البرلمانية، قدرنا نقول للبرلمانيين شو لازم ينشغل على حقوق مرضى السكري. على سبيل المثال هناك شركات تأمين ما بتأمن مريض السكري، وهذا شيء ما بجوز بالعالم كله، صار فيه بيرفعوا البريم بس على القليل بيأمنوا. في عندك قوانين لحتى تحفظ حقوق مرضى السكري من ناحية العمل، من ناحية المدرسة، من ناحية ممكن نعمل تاكس على السكاكر. اللي شو هي القوانين اللي بتحمي مريض السكري؟ مش شو يعني، أول شيء قانون يلزم كل شركات التأمين انهم يدخلوا مرضى السكري بالتأمين. للأسف طبيب مريض السكري بفوت على المستشفى بصراحة في بعض الأطباء بيخفوا انه مصاب بالسكري حتى ما التأمين يتخلى عن دفع التكاليف. اثنين، في بعض المؤسسات بس يعرفوا مريض سكري بيمنعوه من الشغل. ثلاثة، انه تصوري مريض سكري بسوق مركبات كبيرة كاميون ولا شغلي ونزل بدزلي نزلت بحمدون او الكحالي الى اخره مركبات يعني اي وعنده سكري وهبط السكري واكيد فقد السيطره، هذا حيشكل خطر. لهيك قوانين السير كيف يحصل على القليل ترشيدهم. موضوع الاطعمه، يا ما بتشوفي بشهر رمضان هذه الحلويات مخصصه لمرضى السكري، مين عم يراقبهم؟ لازم تلاقي قوانين حمايه المستهلك. تقدر في كتير قوانين لمصلحه مرضى السكري لازم نشتغل عليها. اليوم كيف نحمي مريض السكري حتى نحد من هيدي الظاهرة وانتشارها؟ لا شك بأنه برامج الوقاية الأولية هي الأساس. اثنين، التثقيف الصحي ثم التثقيف ثم التثقيف، يعني الوعي عند مرضى السكري ضروري كتير. مثلا بيجي مريض السكري بيقول لك التمر لازم فيه يأكل تمر بالمفرد، انه في ياخذ 11 17 19 اللي عملت. يعني هذا من المعتقدات الخاطئه. اول شيء بدنا نوقف المعتقدات الخاطئه. العلاج بالاعشاب، العسل مثلا مفيد للسكري، وطبعا هذا غلط. العلاج بالاعشاب مسموح ابدا. أوكي. نحن عم نحكي كيف فينا نحد من هالمعتقدات الخاطئه. اثنين، نقدر نعمل العسل الطبيعي غير مسموح ابدا لمريض السكري مثله مثل اي سكري، حتى لو ملعقه بالنهار. حتى لو ملعقه بالنهار اكيد. هلا له حق باكيد، ولكن لا تعد مثل حصه فواكه ملعقه السكر ولا لا؟ لا، في سريع الامتصاص بتعلي السكر بسرعه. في معتقدات خاطئه كثير انه مريض السكري ما بيسوى يتزوج بيجوا اولاده ومعهم سكري، هذا طبعا معتقد خاطئ. لذلك لازم نشتغل على التثقيف. يعني هذا المرض الوحيد اللي علاجه يرتكز ب 90% منه على الوعي والتثقيف. من هون السنه كان الشعار السنوي هو السكري والعائلة والمجتمع طبعا والمرأة لها دور كثير كبير. لازم يكون في نوع من التدريب، هذا التدريب، لأنه ما في الطبيب يعمل تثقيف على مستوى المجتمع وعلى مستوى لبنان، بده يدرب ناس إخصائيين بنسميهم مثقفين صحيين. هذا دور الاتحاد الدولي للسكري أنه يبعث دوريا ناس تشتغل عندهم خبرة بهالمجال تنعمل دورات تثقيفية وتنعمل ورش عمل بهذا المجال. والمواطن لازم يكون واعي كمان لهذه النقاط، ولازم يعرف أنه النظام الغذائي السليم والصحي هو بيخليه يتفادى أي مرض بالإجمال. يعني ومرض السكري كمان لازم نعرف أنه ما ناكل كتير سكر، نبتعد عن النشويات، نبتعد عن الفاست فود، لأن هي كمان سبب لحتى هذا المرض يكون على التزايد. أكيد الجانب الغذائي وجانب الرياضة شغلة كتير مهمة، هني حجر الزاوية بعلاج مرض السكري، زائد الأدوية طبعا. الحديثة للأسف الأدوية الحديثة كتير غالية وما عم نقدر. وزارة الصحة ما بتغطيها؟ وزارة الصحة بتغطي ولكن بأجزاء معينة وبطريقة شوي موسمية، يعني لأنه لعدم وجود داتا، لعدم وجود معلومات تفيد قديش عدد مرضى السكري. طيب أمتين هيدا الحقوق بتصير مشروعة لمريض السكري؟ يعني لما يكون في سياسات صحية سليمة مدروسة
ما عم تشتغلوا عليها كاتحاد؟ الاتحاد ما بيتعاطى بالشؤون الداخليه لكل بلد، الاتحاد بيعمل جايد لاينز، بيقول 1 2 3 ونحن بنجرب نطبقها عبر المؤسسات الرسميه والمسؤولين. المرض السكري منه مثل اي مرض تاني، بده تكاتف الجهود، يعني الاعلام شغله كتير مهمه، انه دوريا يصير في ندوات، يصير في هالحلقات التسقيفيه للمرضى. اثنين، في عندك المجتمع بشكل عام لحتى يقدر يتكاتف ويساند مرضى السكري، وزارات الصحه، البلديات مثلا، البلديات لها دور كتير كبير. عندك السكري ورمضان اللي اشتغلنا عليه وطلعنا معايير توافقيه بين المعايير العلميه والمعايير الدينيه، يعني في صار في جايد لاين، صرنا قسمنا السكري او مرضى السكري لاربع مراحل، الفيري هاي ريسكي اللي عنده الخطوره عاليه، اللي عنده الخطوره متوسط الخطوره وبدون خطوره، وحسب كل كاتيجوري رحنا لرجال الدين من كل المذاهب وحطوا لنا الفتاوى لكل معيار. هيدي طبعناهم بكتيب وبنعطيها للمريض، لان المريض للاسف ما بيسمع من الطبيب، بيقول لك انا عندي مرجعي، بجيب له مرجعك قال هيك. قدرنا نتوصل لكثير من النتائج الجيده خلال هالسنتين الماضيين بموضوع السكري والصيام. على كل حال نحن كاعلاميين وكاعلام عم نضوي دائما على هيدي النقاط وعم نطرح هذا الموضوع حتى نوعي المواطن، مش لنخوفه ولكن أكيد. حتى نوضح له الطريق والصوره اكثر. وراح يكون في مؤتمر اقليمي اذا الله راد ببيروت بنيسان 2020 للاضاءه على هذا الموضوع اكثر. الوقت ما بقى فينا نحكي بس بالموضوع. بهذا المؤتمر نحن صار في عندنا كثير من التحضيرات الماشيه، ونتامل انه الاوضاع ان شاء الله تساعدنا لنتمم المؤتمر على خير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد صنديد، رئيس الجمعية اللبنانية للسكري ورئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للسكري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا. شكرا. مشاهدينا بريك قصير ونرجع من بعد لمتابعة أحرى صباح. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعين بلقاءاتنا الحوارية، وهلأ رح نعطي حصة للمسرح لما نحكي عن جيزال هاشم زرد. دغري بيرتبط الاسم بمسرح الأطفال والمسرح يلي من خلاله بتكون عم تنقل الصورة الهاتفة للطفل حتى تنوره وتوضح له الأمور بطريقة هيك بسيطة وسلسة وقريبة منه. اليوم بصيرنا استضيف مايلا زرد مطران، بنت الإنسانة العظيمة يلي رسمت بتاريخ المسرح مسرح الأطفال بصمة خاصة فيها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم قد بيعني لك بالبداية أنك تكوني بنت جيزال هاشم زرد، خاصة أنه يعني الدرب طويل، الدرب شائك وبنفس الوقت صعب، فوالدي حفرته أنت كفيت من بعدها. قد ايه هيك بيعني لك هذا الموضوع وقد ايه بيأثر فيك؟ أول شيء نعمة تكوني ربيانة بهيك بيت، لأنه بيحمل قيم كتير، وخصوصا جيزال شو ما حملتي معك حق الحمل اللي حملتنا إياه في مسؤولية، لأنه في زوادة بدنا نوصلها مش بس بدنا نسلي الأولاد. وبس تحملي هالمسؤولية بتبلش صعبة بأول أيامك بأول طلعتك، بس تصير أم بتصير اللي زرعتهم فيك الوالدة شوي شوي تفهم ليش، يعني بمرحلة معينة الشق التجاري كان يهمني أكتر، وصلت على مطرح عم بفهم ليه وين بدها توصلني. أنه هالحياة ممرق، نحن هلأ في ثورة بلبنان، نحن عم نعمل ثورة المحبة على مسرحنا، عم نعمل ثورة المحبة بكل منطقة منزورها نحكي عن السلام، عم نعمل ثورة نبني فيها الإنسان مش الحجر. المسرح حامل كتير، يعني بيتضمن كل شيء معقول تحلمي فيها على الحياة فيك تحطيها على الخشبة. فهي حياتنا، هي مشاكل لبنان، هي مشاكلنا نحن الخاصة، هي كل شيء منحس لازم نعالجه منحطه على هالخشبة. وإذا بدك مسؤولية، لأنه بس يكون حدا قبلك سبقك شاطر كتير، عنده القدرة بالكتابة، عنده القدرة بالنص، جيزال حدا كتير قريب من الأولاد، يعني ما بتفتعل تمثل أنه هي بتحب الولد، يعني فيها تكون لبس الكعبة عصيب واصلة على الحفلة تقدمها شوي تضيعها بشوفها عم تعمل فيس بينتينج. يا مامي بتحب الولد جيزال، هي بقلبها في طفل، وهيدا الشيء من هيك اللي بتحسي مسرحها هين للطفل، لأنه أول شيء ما بيخوف، ما في الشر، حتى بتعرضه بطريقة حلوة وبتعرضه بطريقة كتير مهمة، بتعرض بطريقة أنه هو منه شرير هيك بالطبيعة.
هو شرير لانه ظروفه حكمت عليه واكيد رح يتغير. دائما في ايجابيه طفولتك مميزه كونك بنت جيزال هاشم زرد اللي هي تعتني بالاطفال وبتهتم لمشاعر الاطفال، قد ايه كانت الطفوله مميزه ومختلفه عن باقي الاطفال، خاصه انك ربيتي ببيت بيقدر الطفل اكثر. تربيتنا كول يعني في شغلة بتذكر هلأ مثلا أولادي بدي أبعتهم على المدرسة، جيزال كانت دايما تترك لنا ما نعمل ستريس من الحياة، يعني كان دايما هالممرأة اللي عم نقطع فيه نقطعه بفرح كل يوم. بتذكر قدي بتغنجنا الصبح بعد لهلأ بالتلفن لي إذا أكلت وشربت ما تحسبي أن خلصت طفولتي، كبرت بالشكل بس بعد لهلأ عم بعيش الطفولة عيديها، بتتمن علينا كل التفاصيل. هلأ بعرف فيه قدي زرعت حلو لأنه أنا بس صرت عم بجرب أتصرف مع أولادي، والفظيعة كيف كانت عم بتلحق مع شغلها تكون هالقد عندها وقت لنا وتهتم فينا بهالعاطفة. ايه فيها احساس بيريح انه كانت مثلا تخيرنا ما تكذب علينا، يعني شو ما بدها تعمل بدها تروح على سهرة تخبرنا، بدنا نروح على المدرسة زعلانين ما نحبها للمدرسة قلنا ايه ما عندكم حق مثلا، انا ما كنت كتير حب المدرسة، عرفتي؟ ما كانت تخوفنا من كل شيء وانه نحن لا المثاليات، لا عاشتنا وكنت انطر الناطر اقعد معها لتخبرني قصه او تحضرني المسرحيه الجديده، وكل واحد منا اخذ شيء، ومن هيك نحن ثلاث اخوه بالمجال مع انه كل واحد درس. شو اخذت منها لجيزال؟ انا شخصيا بحب هلا كرمالي عم بتعلمها اخذ ايجابياتها بالحياه، لانه ظروف البلد صايره برتاح، ايمانها بيريحني بالشغل وبالمسؤوليه وبمسؤوليتي كأم وكربة عمل. في كتير قصص كنت انفعالي يسبقني، هلأ عم بتعلم منها رواقة وإيمانة، صار بسلي قبل ما كل مشكلة قبل ما أخذ قرار، لو بشوف الخطأ بشوف بجرب بشوف إذا هل لازم لوم وأحكم وأهلك ولا جرب. وأكيد أخذنا منها كلنا روح المسرح روح الفرح، لأنه عطيتنا مصلحة. أنا درست إدارة أعمال ما درست المسرح، اختي درست الاخراج ماريلين زاج مصابني ورح تشوفوا اعمالها هلا، وخيي درس الاركيتكتور، كلنا بنتكتل لنعمل هيدا العمل ولكن بتكملوا بعض بالعمل. كل واحد اخذ شيء بس كلنا عنا الايجابيه بالتعاطي، كلنا عنا الفرح بلقاء الاخر لانه هاي بحد ذاتها نعمه، يعني نحن بنلتقي بالعالم وننبسط نحن وياهم. رح نشوف فيديو بيتعلق بجيزال هاشم زرد ومنرجع نتابع حديثنا. يا رب اعطينا السلام يا رب. الفيديو اللي رح ينعرض هلا بحب كتير نوه عليه. تفضل. نحن عم نقطع بظروف وهيدا الفيديو اللي مؤثر لنا كعائله، انه اللي صار من 34 سنه بعده لهلا عم بيتكرر واللي رح كانت عم بتنادي فيه قبل هلا عم نعيشه. رح تسمعي هلا بالفيديو يا رب اعطينا السلام بكل منطقه من لبنان من اقصى شمال لاقصى جنوب للبقاع، وشي كتير حلو كمان انه سالوها لجيزال كيف بتنقي مواضيعك؟ قالت كل شيء صار من وراء مرحله نحن قطعناها، اذا صار حاضر ان شاء الله يرجع هيك نقدر نشوف الفيديو ويكون حاضر. اليوم مايلا زرد مطران انت عم بتكفي المسيره ما بعد والدتك، يعني بعد باع طويل بعدها موجوده بعد بعد بس يعني هيك مثل بتقولوا امك سند اليوم لإلك، عم بتساعدك اكثر واكثر، وانت بنفس الوقت بوش لها، يعني كمنتج منفذ لمسرح جديد لمسرحيه جديده بتحمل عنوان هديه مريم. صحيح. هديه مريم اللي بدا عرضها ابتداء من اول كانون الاول ورح صحيح. تستمر لاخر شهر شباط، خبريني شوي عن هالمسرحيه، شو المغزى من العنوان وشو مضمونه؟ هديه مريم هي قصه صبيه اسمها كوزا عاشت طفولة حزينة أثرت عليها لأنه هي وصغيرة تجنبوها وبس كبرت استبعدوها. انحرمت من الصداقة لأنه هالتنمر هالاستهزاء كتير أثر بحياتها هي وطفلة وأثر عليها عكبر. كان صديقة الوحيد اللي بقى هو هالخادم الأمين اللي كان يحميها من أصدقاء اللي حواليها أو حتى أيام من حالها كيف كانت تتفاعل، واللي مهم جربت ما تيأس، جربت تتحدى تنبش عن الحب بكل شيء، حتى سمحت لحالها تسرق هدايا العيد. بس ما كانت عارفة أنه من بين الهدايا في هدية مريم. بفضل ما أخبر أكثر من هيك، المشاهد بتحكي عن حالها فيهم يشوفوا فكرة. هدية مريم الهدف الأساسي من وراها، نحن بمجتمع
سوشيال ميديا وكل شيء، وهالتقنيات اللي منشوفه استهزاء بالآخر صار بيبين عن قد شخصيتنا قوية، قد نحن عنا نحن أقوى منه لأنه هو أضعف منا منتمسخر عليه. اللي حبينا نضوي عليه إنه القوة إذا في ضعف بالآخر نساعده، إذا في مطرح منه أحسن منا بهالشغلة ما نتمسخر، عكس تواضعنا هو اللي راح يوصل للآخر. هذه القوة بحد ذاتها. صحيح. نشوف تيزر عن مسرحية تهدية مريم ونرجع نتابع حديثنا. ما حدا بياخد منا العيب، بدنا نلتقي نحلم بعالم مليان فرح. أنا جاي وجايب لكم معي هدية مريم. نطوي لو دخلنا غبي، نطوي بالدور الإيجابي. هدية مريم، تأليف جيزال هاشم زرد، إخراج ماريلين زرد مصابني. إذا بدك تلاقيني بقلك أنا وين. على مسرح لوديو. إذن مثل ما شفنا هالمسرحية عم تعرض على مسرح الأوديوم بأنطلياس. للأشخاص اللي حابين يحجزوا أماكنهم بيتصلوا أي أرقام حفظها؟ على 03-411-780 هو زيته 04-411-780 أو على السوشيال ميديا بيلاقونا على www.om2-lb.com أو على الفيسبوك om2lb. مثل ما شفت بالمشاهد بالتيزر يلي مرق، بار نويل. صحيح. أو بابا نويل موجود بالمسرحية. شو المغزى من وجوده وليش؟ أول سنة بنعمل هالخطوة. نحن ولا مرة، دايما بابا نويل بينهي، بتكون خلصت القصة وبابا نويل بيجي بالآخر. السنة الموضوع بيحمل أنه يكون في بير نويل، لأنه بير نويل حتى هو كشخصية كوزا جربت تغطي هالضعف اللي فيها باللبس والجخ، جربت تغطي هالطفولة الحزينة، هالفقر اللي كان بمطرح معين، بأنه صارت مرتاحة وشوفوني وصوروني وهيك. وبالنسبة لنا عملنا كومباريزون كمان مع بير نويل اللي بلشت فكرته عمل خير. وصار هلأ قدام نكبر الهدية على يد، قدام نفكر أكتر، قدام نحسب أنه منحبنا الآخر أكتر. لا، حبينا نرجع نرد أهداف بير نويل الحقيقية. بلشت بقديس، كان عم يعمل عمل خير، يروح يخبي الهدايا تحت بيت عائلة عايزة، وهيدا الهدف اللي بدنا نرده لبير نويل، أنه بهالمناسبة بهالشهر الكريم بير نويل رح يفوت على حياتها، مريم رح تفوت على بيتها لكوزا بالصدفة، رح تتفاجأ قدي بيت حيطان هيدا البيت حزينة، رح تسأل البيت، رح يخبر القصة. وقوة الديكور هون هلا بعد شوي رح نحكي عنها، قوة الديكور انه كل البيت رح يحكي، رح يوصل صوت انه صاحب البيت بس يكون حزين البيت بيقدر يحكي عنه، الحجر بيحكي. ومن هيك بير نويل رح يجي يذكرنا بكل هالأهداف الحلوة، انه فترة العيد هي لنشعر بالآخر ولنقدر نحس فيه. نعم، يعني مثل ما ذكرتي كمان من شوي لما تخبرينا على القصة، انه رح تكتشف بعدين انه الهدايا اللي سرقتهم من بيناتهم في هدية مريم. هون كمان عم نعلم الطفل انه السرقة منا حل كمان للأمور، يمكن الهدية رح توصل لك بدون ما انت تطلب، بس عليك انت كمان تفكر بالآخر، لما تفكر بالآخر رح يوصل لك كل شيء انت بتتمناه كمان. صحيح. بما انك عم تحكي مايلا عن الديكار وأهمية الديكار وقدي الحجر بيحكي او الحيطان بتحكي. صحيح. اليوم قديش اشتغلتوا على هذا الموضوع حتى توصلوا الصورة الأفضل من خلال النظر حتى يوصل للفكر ولا السمع؟ بدي حيي بهيدي الشغلة إخواتي اللي هي ماريلين زرد مصابني المخرجة، وعمر زرد اللي كانوا فريق مخيف. ليش؟ لأنه القصة بولينج، عم نحكي عن البولينج وعم نحكي عن التنمر للطفل، هيدا الموضوع شوي قاسي لعمر 3 سنين، ما رح يفهم علي عن شو عم بحكي. فكانت الفكرة النص بيكون مثل العادة لجزال مؤثر للكبير، بينما مشهديا بكل لحظة رح يكون هول كل مسرحياتنا اللي عم نشوفهم بهالوقت. هيدا بارتي من ديكور قبل، هيدا كيف منشتغل الديكور ومنحضره ليكون بيأثر بالقصة وبيحكي معه. يعني هون مشاهد من بابت مريم المسرحية وتفاعل الأولاد، هون بابت مريم عم تنزل، لأنه يعني من هلأ ورايح رح نشوف دايما شخصية مريم بمسرحية جيزال. هون عم يفتح هلا بس رح نوصل على مشاهد الديكور رح اشرح اكثر. هون الحرامية عم بفوتوا. انا بابت مريم، شو بحب اسمع لا اتعلم. موسيقى
يعني قد اليوم بيلعب الديكور دور بإنجاح المسرحية وبإيصال الفكرة الرئيسية؟ كتير بيساعد أكيد، لأنه كلنا بس تكوني عم تحضري شغلة ويتفاعل معك الديكور بتنقذي، لأنه أنت بالنسبة لك حيط. نعم. كيف رح يتحول هالحيط؟ كيف رح يحكي الديكور؟ شو رح يصير بكل مقطع؟ يعني السنة بالفعل الديكور 16 متر بخمس انتورة، ال 16 بخمسة عم بيتحركوا، هالقد الديكور مخيف، لأنه هالتنسيق بين المخرج والمهندس كان على أنه عائلة عم تشتغل. وعائلة مش عائلة بس عم تشتغل، عائلة حابة توصل هالرسالة أنه لازم نوصل أهداف مريم. يعني مريم جاية تقلنا كذا هدف مهم، هالصبية اللي رح يشوفوها على المسرح بس رح تسمع كلمة عاطلة رح تقول لا ما بقدر اسمع هذا الحديث. مش قادرة مريم بقى تعرف انه نحن عم نتخانق مع بعض وعم نقلل من احترام بعض وعم نفتخر بهيدا الشيء. جاني مريم باللي عم بيصير، هالطفولة هالطفلة مش حق عليها انه وصلت لهون، جربت كل الوقت تتحدى اليأس لتوصل لهون. وفي شغلة كتير حلوة بهالشخصية تبع كوزا، لكل إنسان عم بيقطع بيأس، عم نشوف فيه انتحار، ما في شيء نقدر نوصله نحن بالحياة إلا ما هي تراكمات حزن. أهمية مريم الإيجابية بالتعاطي وبالتفكير أنه بكرة رح يكون أحسن وبكرة رح تشرق شمس، هيدا الشيء هالقد بتظهري من مسرحية هدية مريم، اخذي زوادة فرح، اخذي كل هدايا الإيجابية، وبابا نويل رح يعطي إذا بدك إيمان أنه قد ما رح يصير بالمسرحية شي حلو، نحن بثقة أنه لبنان رح يكون قريباً بحلى بكتير إن شاء الله يا رب. يعني هيدا التفاعل مع الأطفال بالمسرح، المسرح التفاعلي، هيدا اللي بيخلي الطفل يعيش القصة وبيقوي له وبينمي له مخيلته أكتر وأكتر. اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها، خاصة مع عالم الإنترنت ومع يمكن هالتدخل السريع بحياة الأطفال والاستخفاف بذكاء الأطفال، اليوم قدي المسرح عم يجي حتى يحد من هيدي الظاهرة ويقلب المقاييس. المسرح صعوبته انه السوشيال ميديا بتحضريها قبل، سبيشال ايفكتس، الولد بيشوف قصص كتير قويه ورا الشاشه بيتفاعل معها عن بعد. صعوبه المسرح وقوه مسرحنا هي انه اللي بيقدر يشوفه ورا شاشه وبيقول انه بعيد ما بيصير، عم بيقدر يشوفه على المسرح وبهالقوه وبهالضخامه. السوشيال ميديا سيف ذو حدين، يعني بيقدر بيعطيك معلومات سريعه بوقت كتير قصير، هيدا شيء كتير منيح. بس بالمقابل شو المعلومة اللي عم بيعطيك إياها بسرعة؟ يعني هل هالولد عنده الخيار والقدرة يقول أنا شو بدي نقي من هاي المعلومتين؟ نحن كمسرح منسمي حالنا educational family entertainment، يعني نحن منختص بأنه نحن عم نلعب منمرق معلومات، هالمعلومات إيجابية ما بتأذي الطفل، وفيها علم وفيها ثقافة وفيها كل المعلومات، مش أنه صف مدرسة. المسرح بيعلم كتير لأنه بكفي انه عم تسمعي موسيقى حلوه، بكفي عم تسمعي صوت حلو، عيونك عم بيتمتحوا، بس تشغلي الخمس حواس ما في مجال ما تحفظ المعلومه. نعم. وهيدا قوه المسرح، بيعطيكي معلومات كثير. ياما اهل بتذكر في استاذ قال لي شغله حلوه، قال لي عاده بروح على المسارح بعرف الفينال وبروح على المسارح بعرف المعلومات، يعني بس تقطع الكوكسينال بلش خبر بنتي انه هاو هن المعلومه. قال لي بتفاجئ عندكم ما بلحق جاوب بنتي لانه بدي اتعلم وارجع مرق لها المعلومه، فبتاخر عليها خمس دقائق ست تخنق. اذا ذكرتي من شوي انه ابتداء من عمر 3 سنين الاطفال فيهم يحضروا المسرحيه لحد اي عمر؟ ما له حدود، والاهل فيهم يكونوا موجودين، كبار وصغار بينبسطوا اكثر من بعضهم. نعم. خلينا نرجع لمسرح جيزيل هاشم زرد، الفيديو يلي ما قدرنا نشوفه خلينا نرجع نعلق عليه انا وياك كمان. اكيد. تعطينا السلام يا رب، تعطينا السلام من جيل من الجامعة للملجأ، تزوجنا بالملجأ، ربينا أولادنا بالملجأ، وقبل ما تفتح عيونهم على الخوف فتحنا طاقة حلم وأمل كانت المسرح. واسمحوا لي أذكر بعض العناوين لأنه كل عنوان مسرحية بيمثل موقف وبيمثل حالة نحن عشناها ومعاناة وواقع.
ردة فعلنا على الحرب وعلى الشلل كانت مسرحية حركة بركة، وكملت الحرب وصار دور كلمة السر قلنا ناقصنا المحبة، والمحبة هي كلمة المفقودة. Le mot secret, il a été créé par une Libanaise, elle s'appelle Gisèle Zarm. En fait, elle a fondé une compagnie il y a 34 ans pour distraire les enfants pendant la guerre libanaise. Et c'est la première fois qu'on voit un de ces spectacles en France. كلمة بعد سر. المحبة، المحبة. بس ما كان حدا عم يسمع. ولنسكت صوت المدفع قلنا بكفي بمسرحية كفك بكفي. لنتعاون سوا. والأزايف كانت أقوى وتقوى وتقوى. والحرب بدنا بيه يكفي بقى تعذيب، بالجنوب لو بشمال لو بسقع لو بشوف. العمر قصير خلونا نعيش، ضل في تقصير قدام هالعبثية والفوضى. كتبنا عتب على المسؤولين كلن ألعاب، وأغنية وبوقتها صاروا يرددوها الشباب، حطونا حكم وحلفونا شو ما قالوا من قلن نعم نعم. حطونا حكم. كلكن ايدوا وراي تيضوي الحجر. لم تقدر ساعد غيرك، لم تقدر ساعد غيرك. اللي بيعطي بيرتاح، اللي بيعطي. يعني هذا كان جزء من تكريم لجيزال هاشم زرد، هيك حبينا من خلاله نعرض مسيرة حياتها وأعمالها المسرحية. يعني كان دايما تكتب الفرح بحبر الحب والمحبة، هيدا الهدف الأساسي اللي من خلال أعمالها عم بجرب توصله للطفل وللعائلة وللعالم أجمع. يعني بتحاكي الواقع، بتحاكي الحياة الاجتماعية يلي عم نعيشها، وبتعرضها على خشبة المسرح بطريقة قد بسيطة وقريبة من الأطفال. شو كنت بدك تقول؟ شو كنت بدك تعلقي على الفيديو بشي معي؟ أنا بيأسفني وجودي هون لأنه جيزال بدايتها كانت بتلاليبان. نعم. هالشاشة اللي حضنتها، هالشاشة اللي بلشت مسيرتها، وأنا كنت أهرب من المدرسة لأجي مثل هون، فحيطان هالشاشة هالتلفزيون بيحكي صوتك. شفتك تأثرت، انبسطت. جيزال منا السهل الممتنع، أنا بسميها وبسميها مدرسة المسرح، مش لأنها الوالدة، لأنه هالقد حدا صدقيني تخطت هيدا العالم، بس تقيمني كتير ويصير بس هدفك تعطي بتكوني قطعتي على المقلب التاني. أنا بتعلم، نحن ناس مؤمنة، بتأمل أنه مسرحنا صحيح أنه نحن في أسعار منحطها. جيزال تمنت علي السنة اللي مش قادر بليزي تلفلنا جنابة ومعزوم على المسرح. يعني قد ايه فينا نوصل رسالة؟ قد ما ربنا كان كريم معنا نرد خيره شوي على الآخرين. اللي بيعطي الفرح بعيش الفرح، واللي بيعطي بلا ما يسأل ربنا بيزيده أضعاف وأضعاف. أهلا وسهلا فيك ليلى زرد مطران، المنتج المنفذ وابنة الكاتبة المسرحية جيزال هاشم زرد. كل التوفيق لكم بمسرحية تهدية مريم اللي رح تستمر لغاية آخر شباط. رح أرجع أذكر بأرقام التليفون لكل الأشخاص الحابين يحضروا المسرح، المسرحية على مسرح الأوديون بجلة ديب أنتلياس، على يتصلوا فيكم على 03-411-780 أو على 04 كمان على نفس الرقم، أو يتواصلوا معكم عبر السوشيال ميديا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتكم لنا. مشاهدينا بريك قصير ونرجع من بعدها. صباح الخير عن جديد لكم متابعينا بلقائنا الصباحي. وقدي اليوم نحن بحاجة ليد المساعدة للإنسان يلي بفكر بخيو، الإنسان يلي بمد يده لإله حتى يساعده بكل الظروف الصعبة، خاصة أنه عم نمرق بمرحلة استثنائية وظروف ضد جد صعبة اجتماعيا واقتصاديا على المواطن. وقدي حلو أنه لما نسمع خينا الإنسان عم يوقف حد التاني دون أي مقابل، وعم يفتح له البواب، إن كان من ناحية طبية، من ناحية الاجتماعية، من الناحية التعليمية، من كافة النواحي اللي هو بحاجة لها. فعلا اللي بيعطي خير بيرتد الخير أضعاف له. حتى نحكي أكثر عن هالموضوع، عن حملة راح تقوم فيها تحديدا جامعة القديس يوسف تتساعد الأشخاص يلي هن بحاجة ما قبل عيد الميلاد. راح تكون هالحملة بين 20 و21 كانون الأول. بصيرنا استضيف ماريال بطرس، منسقة بالعمل الرعوي الجامعي بجامعة القديس يوسف. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يا هلا. بالبداية خبريني شوي، قد إحنا اليوم بلبنان بحاجة للمساعدة، وقد في عيال هي بحاجة أنه نوقف حدا ونساعدها كمان؟
نو فعلا هو هيدا الحاجة موجودين وين ما كان الأشخاص اللي بحاجة ليمكن تياب لأكل لأدوية يعني موجودين حوالينا وفي عنا connections ممكن نوصلهم ونكون عم نقدر نساعد. طيب اليوم شو الهوية الحقيقية العمل الرعوي الجامعي كيف بتعرفيها؟ إذا بدك العمل الرعوي الجامعي هو بيضم شبيبة صبايا وشباب طلاب جامعة بالمبدأ وحابين يعيشوا شيء حد الباركور أكاديميك أو حد الدرس يلي عم بيعملوه بالجامعة حابين يعيشوا شيء زيادة فموجود هالعمل الرعوي الجامعي حتى يكونوا بأوقات البريكس أو بأوقات اللي عندهم فيها فراغ أو حتى بالأيام الفرصة يكونوا عم بيعيشوا شيء جديد شيء تاني ممكن أوقات نشاطات اجتماعية ممكن يفوتوا أكتر بتعمق للدين أو ليكونوا عم بيعيشوا مسيحيتهم بطريقة تانية ممكن كمان يشتغلوا على قصص فنية كورمتراج يعني اشياء ديفلوبمون بيرسونيل يشتغلوا أكتر على شخصيتهم على الليدرشيب على الجروب ورك يعني هيدول القصص أكتر بيكونوا الأشخاص عم بيعيشوها إلى جانب الدرسون والأشياء اللي عم يدرسوها بالجامعة إلى جانب العمل الخيري اليوم اللي عم بتقوموا فيه مزبوط. هي مساعدة الأشخاص اللي بحاجة أو الأكثر حاجة خاصة ما قبل عيد الميلاد كيف راح تساعدون أو نحن كمان كيف فينا نساعد؟ هو تقريبا نحن كل سنة بالعمل الرعوي سبيسيال مون بالجامعة عنا بالجامعة اليسوعية قبل نويل بيكون في شيء اسمه بروجي دو نويل بنعمله خلاله بنعمل بنجمع تياب بنجمع مواد غذائية والسنة كمان في تجميع للأدوية اللي حدا عنده بده يعطي أدوية طبعا الدواء إذا ما عاد بحاجة له وفضل منه خاصة إذا مش خالصة مدته في قدمه أو إذا حبه هو كمان يشتري الدواء أو إذا بيعرف شو هو الدواء اللي بياخده الشخص أو أنتوا عاملين إحصاء فيه بيقدر كمان يأمنه هو نحن هلا يلي عم نشتغل عليه هو انه يعطوا الادويه وبعدين بيرجع بيصير في التري والمضبوط بالمبدا نحن عم بيكون في دي انه بوكسز قدام الشابيل بالكامبوس بكل جامعات اليسوعيه يعني بكل الكامبوسات ان كان بكامبوسات بيروت او بالمنصوريه او حتى بالاطراف يعني صيدا زحله وطرابلس بيكون في علب على باب الشابيل وعلى باب محل ما بيجتمعوا الباستورال اللوكال وهالعلب فينا نحط فيه تياب فينا نحط فيه مواد غذائية وأشياء تانية يعني طيب إذا حدا بده يساعد من خارج حرم الجامعة ما بيقدر؟ بلا أكيد هلا من خارج حرم الجامعة ممكن أعطيك رقم أو ممكن حتى على شو هو رقم؟ ممكن أعطي رقم 03-03-12-07-02 ممكن 12-07-02 على 03 هذا الأشخاص اللي حابين يساعدوا ويقدموا المساعدة مزبوط حتى في ممكن يكون في مساعدات مادية يعني إذا حدا مش قادر يروح يشتري مواد غذائية وحابب يحط هالسم المصاري ممكن نحن نرجع نشتري فيها المواد الغذائية يعني الفكرة اليوم كيف انطلقت وهيدي المبادرة اللي عم بتقوموا فيها هيك كيف حتى اشتغلتوا عليها وأطلقتوا هي مثل ما قلت لك نحن كل سنة في عنا هذا البروجي قبل نويل وحتى عنا بروجي قبل باك بس السنة الظروف زيادة كمان بتحمس أكتر يعني الأشخاص محمسة أكتر تكون عم تعطي وتساعد إن كان مساعدة تجي أو إن كان كفولونتير أو أشخاص من العمل الرعوي عم بيقوموا بهيدا المبادرة وكمان السنة في كتير قادرين نوصل لعيال لأشخاص بحاجة دجا الأشخاص هي عم تعبر أنه هي بحاجة يمكن صار في سهولة أكتر أنه تعبر أنه بدها مساعدة إن كان على صعيد الأشياء الفيزيائية أو على صعيد عم نشوف على كل حال مبادرات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من المساعدات الفردية اللي عم بتكون صحيح. ومسؤولة تجاه الآخر اليوم شو دوركم عبر السوشيال ميديا؟ نحن كمان عبر السوشيال ميديا يعني حطينا كل شيء أفيشات وقصص للكات ديجا حطيناها على السوشيال ميديا يعني مثل يعني ايدنا بايد كل هالعالم يلي عم تشتغل ان كان من خلال الاو ان جي او الجمعيات يلي هي اصلا عم تشتغل بهالموضوع او ان كان من الاساس المبادرات الفرديه نحن ديجا كعمل رعوي عندنا اشخاص بنعرفهم
منساعدهم دائما، يعني دائما في اشياء عم تنعطى لهم. وكمان السنه عم نشتغل مع جمعيات باطار هيدا الكات تبعيتنا. مع مين انا بتشتغلوا كجمعيات؟ في كثير، يعني في كثير، يمكن السنه ب 2021، يعني الوقت اللي رح نروح نعمل هالبروجي ونوزع الاشياء رح نشتغل كمان مع هوم اوف هوب يلي هو بالكحاله، دونك هيدي لا بروجي السنه. بلس في عنا كونكشنز بالرعايه، ضلونا الخور الرعية وهيك دلونا على عيال ممكن نروح نزورهم ونقضي معهم فترة العيد. والأشخاص اللي هيك عم بيكون في عندهم مبادرة فردية وبدون يساعدوا فيهم يتصلوا فيكم مثل ما ذكرنا شوي على 03-12-07-02. حتى فيهم يتصلوا فينا إذا مش حابين يتصلوا دغري ديركت بالتليفون، فيهم يعملوا كونتاكت على بيج فيسبوك أو إنستا. في عنا دو باج، اومونري يو اس جي وباستورال يونيفرسيتير. نعم. اليوم كمان في الاطفال يمكن هون لازم يكون لهم حصه خاصه بفتره عيد الميلاد. انتم اليوم كعمل رعوي كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع مع الاطفال؟ جوستما نحن ب 2021 الشهر هيدا ديسمبر كانون الاول، رح يكونوا هيدول اليومين رح ننام فيهم بالجامعه، يعني رح نبقى بحرم الجامعه، وخلال هاليومين رح نشتغل اول شيء نحضر لحتى 21 الشهر ننطلق صوب الجمعيات والاطفال اللي رح نكون عم نشتغل معهم. نعم. محضرين بروجرامات، ان كان اشياء نتسلى نحن وياهم، نلعب، ممكن نلون، حتى في مطرح رح نكون عم نطرش نحن وياهم حيط ونلونه ونزينه. فهي هيك يمكن مبادره صغيره بس خلال السنه ممكن تكون عم تتعمق اكثر بعد على بقلب ان كان مع الجامعه او مع الجامعات بلبنان. نعم، يعني مثل ما عم نشوف كمان على الشاشه هيدي الكات يلي من خلالها عم بتساعده، ان كان من خلال التاب، ان كان من خلال الادويه، او حتى من خلال المواد الغذائيه يلي الاشخاص هن بحاجه لها. حتى في العاب حدا حابب يتبرع بالالعاب كمان عم ناخذ، يعني عم ناخذ كل شيء لانه كل شيء له طريقه. يعني ما نكب شيء. انتم باحصاء للاشخاص او للمناطق يلي هي بحاجه لمساعده وفنتوها وقسمتوها؟ ليك بصراحه كل المناطق بحاجه، يعني ما فينا نقول بقى في منطقه لا هي هيدي المنطقه مش بحاجه، لا كله بحاجه وبنضل نقدر نوصل للمحلات. هلا احصاء مع ارقام لا بقلك لا، يعني اكثر هي من الاشخاص بوش اوري، يعني حدا بيقلنا بعرف هالشخص، وانه نحن بنشتغل مع الجمعيات بس بنشتغل كمان مع الافراد، لانه الجمعيات دائما في العيال او الاشخاص اللي عم بيساعدون كل الوقت، بينما في محلات ما حدا عم يتساعد ويمكن ما عندهم هالكونكشن مع جمعيه او شيء. فدبوشة قرية عم نقدر نوصل اكثر حتى على عيال يمكن ما حدا فعليا عم يقدر يوصل له وما حدا يمكن سامع فيها كمان. مزبوط. كيف رح يتم توزيع هالمساعدات واي نهار؟ نحن ب 21 الشهر اوريدي عاملين ايفنمون اسمه نار تولد نيران. الاسم كتير بيعني لانه هالنار يلي نحن عم نعيش فيها هلا، ان كان نار الحرائق يلي صارت ونار البلد والاشياء يلي عم بتصير فينا، هيدا النار بدها تولد شيء وتولد نيران حلوه، يعني هالإتانسال يلي ولدتها فينا انه ننطلق للعالم وننطلق للاشخاص التانيين. بتولد شعلة المحبة 100%. هيدا اللي ولدت فينا رح تولد بالعالم كمان يلي نحنا رح نزورها. شعلة المحبة وشعلة الحياة، يعني يكونوا عم بحبوا الحياة، عم بيرغبوا أكتر يعيشوها مش يعيشوا من قلة الموت. أي ساعة رح يتم توزيع المساعدة تقريبا؟ رح يكون بفترة قبل الظهر. رح ننطلق أول شيء على البيوت، رح نكون إكيبات صغيرة، خلالهم رح ناخد معنا جاتو ونروح عند العيال نعيد كريسمس معهم، ناكل نحن وياهم جاتو وجو وهيك، ونعطيهم إذا كان الحصص الغذائية أو الكادويات اللي رح تكون جمعت للأطفال وللعيال. يعطيكم ألف عافية وتضلوا بهالهمة يا رب، وهيك يد المساعدة يلي لازم نحس فيها نحن بغض النظر إذا كنا بظروف استثنائية أو لا، لازم نفكر
الاخر بغيرنا دائما. هيدا العمل الخيري اللي دعانا عليه الرب حتى نجرب قد ما فينا نمشي الطريق الصح ونمشي على دربه حتى تكون بيوم من الايام الحياه هيك على تساوي للجميع وما في تفرقه بين حدا، بالعكس كلنا اخوه بالمسيح وكلنا اخوه على الارض، لازم نساعد بعضنا قد ما بنقدر. رح ارجع اذكر برقم التليفون للاشخاص اللي حابين يساعدوه على 03-12-07-02. واهلا وسهلا فيك ماريال بطرس، منسقه بالعمل الرائع والجامعي بجامعه القديس يوسف، على المبادره الحلوه اللي عم تقوموا فيها ما قبل عيد الميلاد اللي رح يتم من خلالها توزيع المساعدات نهار 21 كانون الاول، وطبعا عم بيتم جمع هالمساعدات بين 20 و 21 ومن هلا كمان. من هلا دجا. اهلا وسهلا، يا هلا. فاصل صغير وبنرجع. صباح الخير لكم. لما بدنا نحكي عن حقوق الإنسان بدنا نحكي عن حق كل واحد منا بالعيش بكرامة بحرية بشرعة الأمن وبنفس الوقت بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يلي مفروض تكون مأمنة لكل واحد منا. طبعا اليوم العالمي لحقوق الإنسان يلي بيصادف اليوم بعشرة كانون الأول، رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع مع الأستاذ أديب نعمي، طبعا المحامي والمستشار في التنمية. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا، صباح النور. يا هلا. بالبداية إذا بدي نحكي اليوم عن مقاربتك لحقوق الإنسان على أساس شرعة حقوق الإنسان بلبنان، كيف بتشوفها؟ يعني اليوم بعتقد أنا موضوع حقوق الإنسان صار مربوط ارتباط وثيق بالتنمية، بحيث ما في إمكانية لنقدر نفصل نحن ما بين مقاربة حقوق الإنسان والتنمية، وأي فصل بيناتهم يضعف الاثنين معا. ليش عم نقول هالكلام؟ لأنه منظومة الحقوق الحقيقة هي لا تقتصر فقط على أنه الواحد يعمل شوية قصايد وشوية ديباجات لهم علاقة بالحق بحرية التعبير وما شابه ذلك فقط، لكن منظومة الحقوق اليوم بتنص بشكل واضح على حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية ومدنية لا يمكن الفصل فيما بينها. وطبعا الشيء اللي عم نعيشه اليوم بلبنان بيأكد على أنه في تلازم وثيق ما بين مجمل هذه الحقوق واللي ما بينفصلوا. نعم. وهيدي الحقوق اليوم بلبنان قديه مطبقة وقديه المواطن عم بيشعر فيها؟ يعني أولا خلينا نشير بأنه لبنان هو من الدول اللي انتسبت إلى منظمة الأمم المتحدة مع بداية تأسيسها سنة 45، وكمان لبنان يفاخر دائما بأنه كان عنده مندوب لبنان اللي عم يساهم بصياغة حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر سنة 1948 واللي عم نحتفل فيه في اليوم. والدستور اللبناني كمان بنص بمقدمته على أنه لبنان عضو بمنظمة الأمم المتحدة وهو ملتزم بحقوق الإنسان ويعمل على ترجمة هذا الالتزام بكل المجالات التشريعية وبسياساته وبكل ما يقوم به. هلأ يعني نحن مشان ما نبالغ ونعطي صورة وردية، واقع الأمر بأنه درجة الالتزام ودرجة إعمال هذه الحقوق الحقيقة بلبنان كما بكثير من الدول، لا سيما الدول النامية اللي وضعها شوي أصعب من الباقيين وحتى الدول الكبرى، لا يجري هذا الالتزام بالشكل الكافي، وكثير من حقوق اللبنانيين لا تزال منتقصة ومنتهكة. ولكن الاتفاقات الدولية حسب ما بتنص شرعة حقوق الإنسان بتفرض أنه كل حق يكون مأمن لكل فرد بغض النظر إن كان طفل كان امرأة أو رجل. هذا صحيح، ولبنان مثل ما قلت بمقدمة الدستور أعلن التزامه بذلك، ولكن هالموضوع بده إجراءات مشان يترجم. يعني أولا لازم يترجم بأنه التشريعات الوطنية اللي نحن موجودة بلبنان والقوانين اللبنانية كل شيء يناقض منظومة حقوق الإنسان يجري تنقيطه يجري إزالته، وهذا الشيء ما تم، لا تزال عندنا نحن تشريعات فيها قدر من التمييز على سبيل المثال. ثانيا والتمييز ضد المرأة، ضد المرأة، وفي شيء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي شيء ضد يعني أمور مختلفة. الشغلة الثانية لما حتى منص على القانون لازم هالشيء يترجم بشغلتين، لازم يترجم بإجراءات تنفيذية وعملية مشان تطبيقه، ولازم يترجم بنفس الوقت بسياسات
وبممارسة هذه السياسات. فلذلك نحن الحقيقة ما فينا نعتبر بأنه الاكتفاء بالنص القانوني هو أمر كافي. واللي عم نواجهه بلبنان برجع بكرر أنا بالنتائج اللي نحن عم نشوفها يعني عم يدل بأنه يعني بعدنا بالشق النظري والشق التطبيقي على الأرض ما في شيء منه، يعني أضعف بكتير مما هو مطلوب. لأنه اليوم لما بدنا نلتزم نحن بمنظومة حقوق الإنسان فهي تعني مثلا الحق في حرية التعبير والحق في الانتظام النقابي والحق في التظاهر وإلى آخره، ونحن بنعرف أنه هذه الحقوق عليها قيود أحيانا غير مبررة، وهي حتى تخالف القانون اللبناني ببعض الحالات. حقوق الإنسان تعني لبنان عنده حق في العمل اللائق وفي الأجر اللائق والحق في السكن والحق في المياه النظيفة والحق في أجر معقول والضمان الاجتماعي، وبنعرف أنه هذا الشيء ما أنه متحقق بلبنان. عدا عن شرعة حقوق الطفل والأطفال، يعني هيدي يمكن أهم الأمور اللي لازم ننادي فيها، لأنه ما مفروض يكون في طفل مش عم يتعلم، ما مفروض يكون في طفل صحيح عم يتعنف، ما مفروض يكون في طفل عايش حاجات غير لائقة وغير كريمة. يعني هون حدث ولا حرج. هي منظومة حقوق الإنسان الحقيقة تشمل مجموعة من الاتفاقيات والوثائق، في طبعا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عنا بعدين العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، في اتفاقية حقوق الطفل، في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في الاتفاقيات مناهضة التعذيب، في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني في منظومة، وفي كمان قرارات أخرى ومنهم الإعلان العالمي بالحق في التنمية أيضا. لما نحكي عن حقوق الإنسان نحن عم نحكي عن كل هذه المنظومة، وهذه المنظومة بتتضمن تفاصيل، والدول الأعضاء من ضمن لبنان يقدم بشكل دائم تقارير إلى الهيئات الخاصة بكل اتفاقية، مثل نقدم تقرير لاتفاقية حقوق الطفل، منقدم تقرير لمتعلق بموضوع التمييز ضد المرأة، ترفع للجهات اللي موجودة بالأمم المتحدة. كل اتفاقية نحن موقعين عليها في دورة منقدم فيها نحن تقرير عن مدى التزام لبنان بتنفيذ هذه الاتفاقية. اتفاقية حقوق الطفل واحدة منهم، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة كمان واحدة منهم إلى آخره. كما هناك نوع شيء بنسميه المراجعة الدورية الشاملة، يلي كل 4 سنين كل دولة لازم تقدم تقرير إجمالي عن مجمل أوضاع حقوق الإنسان اللي موجودة، اللي بالمناسبة هي تشمل مش بس المواطنين اللبنانيين، تشمل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، لأنه هيدي كمان من ضمن الأشياء اللي مشمولة بمنظومة الحقوق وفي اتفاقيات دولية لبنان ملتزم فيها. فكمان لبنان بيقدم هالنوع من المراجعة. هلأ حتى وفق هذه الآلية لما منقدم التقرير، اللجان المختصة مجلس حقوق الإنسان أو الهيئات الخاصة بالاتفاقيات بتوجه ملاحظات للدول، ولبنان يتلقى هذه الملاحظات وبيكون موجود، وطبعا هو بيقول انه نحن موافقين على هالملاحظة وسنعمل على يعني التجاوب مع ما هو مطلوب وما الى ذلك. سنعمل ونطور. هلأ يعني ما بدي يكون كتير متشائم انا، لانه هالايام انا بعتقد ايام تفاؤل بالتغيير والتحسن، لكن نعم يعني شيء مؤسف بأنه لما منحط هالالتزامات لا يجري الالتزام فيها كما يجب بالتأكيد. نعم. اليوم برأيك المواثيق اللي عم بتم الشغل عليها أو العمل عليها وتطويرها للأفضل أو إضافة بنود لها شو هي؟ وهل من بنود عم تضاف لشرعة حقوق الإنسان جديدة؟ دائما في أشياء جديدة بتنعمل. مثلا آخر اتفاقية إذا ماني غلطان بالتاريخ بال2006 هي الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. هاي آخر وحدة، وفي كان قبلها وقبلها، إن هدول متدرجين اللي صاروا. ثم دائما بإطار المنظومة الدولية بصير في قرارات خاصة لما بنواجه مشكلة معينة. مثلا صار في كل قضايا الهجرة اللي كان لها يعني أهمية كبرى على الصعيد العالمي، لذلك صار في مؤتمرات خاصة بالهجرة، وصار في وثائق وبرامج عمل لها علاقة بحقوق المهاجرين من كل الأنواع، اللاجئين والنازحين والمهاجرين بسبب العمل على سبيل المثال. ها واحدة من القضايا العالمية اللي موجودة. اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة يعني كمان حكينا عنها. الانتهاكات اللي بتصير بسبب النزاعات، لا سيما الانتهاكات اللي عم
تقدم للمرأة بظروف النزاع، وهناك كمان قرارات دولية بتدعي إلى أنه المرأة يكون لها دور بعملية السلام وإلى آخره. لذلك هالعملية ما عم تستمر، يعني مستمرة طالما المشاكل موجودة. دايما في قرارات وفي قضايا وفي خطط عمل تطرح لذلك. مش الموضوع الأساسي أنه عندما نقترح أي حل من الحلول يفترض هذا الحل أن يتم من منظور احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. يعني ما لازم يكون أي حل أو أي سياسة بتنطرح تنتقص من حقوق الإنسان. هذا هو الموضوع الأساسي يلي يفترض يتركز عليه طالما نحن موجودين يعني هذه الذكرى. اللي يعني اليوم مع الانتخابات المؤخرة اللي صارت بنقابة المحامين وترأس ملحم خلف كنقيب، يعني اليوم يمكن هيدي القوانين يمكن صار لازم يمكن بقولوا ندق الحجر أو ندق الباب حتى نسمع الجواب. يعني برأيك اليوم ما في شغل، ما في عمل، أنتو كأنت اليوم كمحامي أو كمستشار في التنمية ما عم تشتغل على هالموضوع؟ حصل عنا تقدم لازم نشير له الحقيقة، منهم تشكل نادي القضاة والدور اللي لعبوا نادي القضاة بموضوع استقلالية القضاء. في جمعيات غير حكومية عم تلعب دور أساسي على هذا الموضوع، كل الجمعيات الناشطة بموضوع التنمية وحقوق الإنسان، بشير بشكل خاص لدور الليجل أجندة، الأجندة القانونية اللي عم تركز بشكل خاص على هذه الجوانب، وأيضا دور النقابات وخاصة نقابات المهن الحرة، بس بنوقف بشكل خاص عن دور نقابة المحامين، سواء نقابة المحامين بطرابلس أو نقابة المحامين ببيروت، اللي يفترض أنه تقدر تلعب دور أكثر وأفضل. وشفنا بالفترة الأخيرة نحن مبادرة بلشت بنقابة المحامين بطرابلس بموضوع التحرك للحماية والدفاع عن الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لأشكال من الاعتقال بسبب الحراك والثورة اللي كانت صايرة، وانضم لها نقابات أخرى، ثم المعركة الأخيرة اللي صارت بنقابة المحامين ببيروت. وبنتأمل أنه هالشي هذا يعني يتوسع ويتوحد وهالناس يوحدوا جهودهم. اليوم في خطوة عم ينحكى عنها بمبادرة من نقابة المحامين ببيروت، اللي هي بأنه محامين حيزوروا كل السجون مشان يشوفوا مين ما عنده محامي ومين منه محاكم، لأنه واحدة من الانتهاكات الكبيرة لموضوع حقوق الإنسان هي وجود مئات إذا ما أكثر من مئات الموقوفين دون محاكمة، ودي سنوات طويلة، وهذا انتهاك خطير لحقوق الإنسان. والحل ما بيكون عدا عن الأشخاص المتهمين الموجودين داخل السجون ما معهم أنه يدفعوا بس تكلفة حتى يقدروا، هيدا أصل منهم بس يعني أنا بعتقد هيداك الموضوع بحد ذاته. موضوع التوقيف لفترات طويلة دون محاكمة هو واحد من الانتهاكات الخطيرة يلي يفترض بأنه يلتقى لحل، وطبعا حل مش بعفو معمم، حل بأنه يعني يصير في التزام بمنظومة الحقوق وما يوقف، لا يجري توقيف أحد على الإطلاق دون الالتزام دون مراعاة الأصول القانونية. وللأسف هالشي مستمر، ونحن عم نشوفه اليوم سواء بقضايا خطيرة أو بقضايا بسيطة. يعني اليوم بوست على الفيسبوك منلاقي حدا يعني استدعي للتحقيق ونعمل له مشكلة، وطبعا هذا يعني يناقض تماما حرية التعبير وحقوق الإنسان. عدا عن الانتهاكات لشرعة حقوق الإنسان هناك خرق أيضا لحقوق الإنسان. اليوم كتنمية مستدامة هل في من تنمية تجاه الموضوع وكيف عم تشتغلوا عليه؟ في خرق طبعا، والخرق بيتم أحيانا الاختراق الواضح بال يعني بالحقوق بالاعتقالات خارج الأصول، بعض الانتقادات اللي وجهت للبنان فيما يتعلق بالتعذيب أو عدم احترام أصول القانونية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نعم هذا الشيء موجود وواضح. يعني اليوم لما نحن بنحكي عن وجود حوالي ثلث سكان لبنان فقراء، وهذا العدد مرشح لأنه يتضاعف هلأ بسبب الأزمة المالية اللي عم تتم، وفي حال استمر تدهور سعر صرف الليرة، الحق في السكن اللي منه مؤمن، الحق في العمل اللي منه مؤمن، وهيدا منه حقوق بدي أرجع أقول شعرية وحقوق قانونية، هذا مفروض أدنى الحقوق، هذا شيء مفروض يتأمن من خلال سياسات بتعملها الدولة. اليوم مثلا لا يجوز أن يكون في بقى أي مواطن ما عنده حماية اجتماعية من خلال نظام عام وشامل للحماية الاجتماعية على أساس مبدأ الحق. اليوم نحن نص اللبنانيين ما عندهم تأمين صحي على سبيل المثال، وهيدي انتهاكات.
واليوم الاتجاهات الدولية والتقارير الدولية كلياتها والفقه القانوني الجديد يعتبر الفقر هو انتهاك لحقوق الإنسان. طبعا عم نحكي عن الفقر خاصة بأشكاله المتطرفة، وهالشي هذا للأسف قائم. وتدخل الدين اليوم قد ايه بيلعب دور كمان؟ تدخل الدين يفترض من حيث المبدأ الأديان ما تناقض حقوق الإنسان، ما يكون فيه هذا التناقض. ونحن يعني منا بمجال نناقش من منظور ديني الموضوع، لا، بس نحن من منظور حقوقي منقول منظومة حقوق الإنسان هي المنظومة الأشمل والأرقى والأعلى يلي بتترجم مبادئ القانون وبتترجم كمان الغايات البعيدة للأديان إذا كانت الأديان تسعى إلى العدالة. وبالتالي كل الاجتهاد البشري على مدى آلاف السنين هو اللي وصلنا أنه اليوم نحن بالقرن الحادي والعشرين في عنا منظومة اسمها منظومة حقوق الإنسان، وبعتقد هيدي هي القانون الأسمى اللي نحن لازم نمشي عليه كقانون نلتزم فيه ونطبقه، وهذا الشيء اللي مكتوب بدستورنا بالمناسبة. وبالتالي مخالفة هذا الشيء هو مخالفة للدستور ومخالفة لمنظومة ما هو للأسف أنه في كتير أشخاص ما نون مطلعين على الدستور اللبناني، حتى يمكن هيدا المادة لازم تكون مادة أساسية بالمنهج التعليمي حتى كمان الطالب يطلع على الدستور، لأنه هيدا واجب لازم نعرفه نحن كلبنانيين. صحيح، بس نعرف شو حقوقنا. بس المسؤولين والناس اللي عم ينتهكوا الحقوق بيعرفوا للدستور وبيعرفوا منظومة الحقوق. أما أنه نحن لازم نعمم منظومة الحقوق، نعم، لأنه للأسف منظومة الحقوق ضعيفة، ثقافة الحقوق ضعيفة، وهي ثقافة الحقوق موجودة بالمجتمع أكثر ما هي موجودة بالمؤسسات. وبتأسف أقول أنه حتى ضمن القضاء منظومة الحقوق ضعيفة، يعني اليوم نحن نادرا ما منشوف قضاة بيلجأوا أو حتى محامين بيلجأوا لاستخدام منظومة الحقوق ومفهوم حقوق الإنسان مشان يبنوا قضيتهم على أساسها ومشان يحققوا. ولكن هذا الشيء مفروض أنه يعتمدوه، مفروض هيك، بس يعني إذا كانت الثقافة ضعيفة يعني وعندنا مشكلات. لذلك يعني منتأمل خير كتير من أنه نادي القضاة ونقابة المحامين، اليوم نقابتي المحامين وبنفس الوقت مجمل الحركة المدنية يضغطوا بهذا الاتجاه ونشتغل نحو مش بس استقلالية القضاء الحقيقة، نحو ضخ ثقافة حقوق الإنسان بكل جسم القضايا إن شاء الله. هيدا عدا عن دور المنظمات الدولية والمحلية لحماية حقوق الإنسان، وين دورها اليوم؟ لازم المنظمات الدولية تقوم بدورها وتلتزم، يعني اليونيسف لازم يدافع عن حقوق الطفل، المنظمات التي تعني بالحقوق البيئية لازم تدافع عن الحقوق البيئية إلى آخره، منظمة العمل الدولية تشوف إذا في احترام للعمل اللائق، دون شك هالشي هذا لازم يكون. بس أنا مني ميال لأنه نحن يعني نلقي أعباء تقصيرنا على المنظمات الدولية. بالآخر نحن مواطنين لبنانيين، وكمواطنين لبنانيين وكمنظمات مجتمع مدني لبنانية وكنقابات لبنانية لازم نضغط باتجاه بأنه مؤسساتنا اللبنانية وحكومتنا اللبنانية وكل مجلس النواب اللبناني يقوم بدوره ويلتزم التزام حقيقي دون ذرائع بمنظومة حقوق الإنسان ويحقق مطالب الناس. المبكي للأسف هو أن المواطن بيعرف شو هي حقوقه، ولكن المسؤولين والمنظمات الدولية وكافة الأجهزة المسؤولة عن هالموضوع هي عم بتطنش عن هالموضوع، مع أنها عارفة أنه له حق فيها المواطن. طبعا هي على أمل يوما ما تتحقق وحقوق الإنسان تكون هي شرعة لكل واحد، بنأمل هيدا الشيء، لأنه طول ما أنه في حقوق مأمنة منا بحاجة لمين يدافع عنا ومنا بحاجة لمين يطلب لنا بحقوقنا، لأنه خلاص رح تكون واجب محتم على كل واحد منا، واجب محتم دولي ومحلي وإقليمي. هي منظومة حقوق بآليات اشتغالها بتقوم على فكرة أصحاب الحقوق ومن عليهم واجبات، وبالتالي كل حق في له صاحب وله مين عليه واجب أن ينفذ هذا الحق، ونتأمل بأنه الناس يلتزموا وهذه الحقوق تطال فيما تطال، الحق في وجود حكومة شفافة تستجيب لمطالب الناس، منصوص هذا بالإعلان العالمي بالمواد 30 مكتوب، وحق الناس بالانتخاب وحق الناس بأنه يكون عندهم حكومة جيدة وسياسات جيدة،
وهذا الشيء اللي يعني بعتقد الناس لازم تسعى لانه توصل. هذا الشيء، هذا الشيء اللي بنحلم فيه وبنامل فيه على امل يوما ما. اهلا وسهلا فيك الاستاذ اديب نعمي، المحامي ومستشار في التنميه، وشكرا لوجودك معنا، خاصه انه طرحنا اليوم موضوع اليوم العالمي لحقوق الانسان اللي بيصادف اليوم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. فاصل وبنرجع. صباح الخير لكم مشاهدينا، وصلنا لختام فقراتنا الصباحية، والختام مسك لما تكون إيد الله عم تتدخل، لأنه بقوة الله ممكن نعمل المستحيل، بقوة الله ممكن نعمل المعجزات، بقوة الله ممكن نخلي الحجر يبكي والحجر يتحرك من مكان لآخر. كيف إذا كنا عم نقوم بمساعدات لحتى نساعد أشخاص هن بحاجة بزمن العيد، زمن الميلاد يلي كتار من الأشخاص فعلا اليوم عم يبكوا، عم يبكوا ناطرين من يوقف حدهم، من يساعدهم، من يوسيهم يمكن حتى بكلمة. جمعية لتكن مشيئتك هي من أحدى الجمعيات المشاركة بالحملة يلي قامت فيها بلدية البترون لمساعدة هالأشخاص، تحديدا تحت عنوان كل يوم بيمرق يسوع من حد مرات كتير. تنحكي أكثر عن هالموضوع بصيرنا استضيف روزين صعب، رئيسة جمعية لتكن مشيئتك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا فيك. يعني الله يبارككم مثل ما منقول، والله يعطيكم حسبنا وياكم، مثل ما شايف اليوم أنت لبسة توب الانديسة رفقة، يمكن هيدي لحالة بركة، وهيدي لحالة هي مثل بدرة خير وفتحة طريق لكل مشاريع يلي بتقوموا فيها. بالبداية خبريني ليش طوب القديسة رفقة وشو السبب قبل ما فوت بحديث؟ طوب القديسة رفقة لأني أنا شفيت بأعجوبة بشفاعة القديسة رفقة من سرطان بالدماغ من 17 سنة، وأكيد بقوة يسوع المسيح، ولهالسبب أنا هيدا سبب أني بس أقول شكراً يا يسوع، شكرا لقديسة رفقة، حبيت البس هالتوب وتشكرهم على نعم. وشكرا كمان لكم كجمعيه يلي عم بتقوموا بمبادرات خيره لمساعده الاشخاص الاكثر حاجه بالمجتمع او اللي هن بحاجه كمان، بغض النظر اذا كانوا اكثر حاجه او لا، لان كلنا صرنا بحاجه للاسف بهالزمن. اهلا وسهلا فيك، خبريني كيف انطلقت الفكره بالبدايه؟ البدايه هي اساسا بلديه البترون كانت اللي اخذت هالمبادره من سنه الماضيه، هيدي للسنه الثانيه هالحمله بتنقام برعاية بلدية البترون، وبهمة منهم يعني بالفعل هن مشكورين على هاللفتة اللي هن جمعوا كل الجمعيات بالبترون المختصة بالشأن الاجتماعي والخيري والبتعنى بكل الناس المحتاجة، حبوا يعملوا هالمبادرة خصوصا على العيد، ونحن بنعرف عيد الميلاد اللي هو رمز العطاء والمحبة والعطاء بلا حدود. نعم. بقى كانت البلدية قامت بهالمبادرة منشان العالم اللي بيحبوا يعطوا، في كتير عالم بيحبوا يعطوا ما بيعرفوا وين وما بيعرفوا كيف، وأكيد كل هالجمعيات الموجودة هي عندها الداتا اللازمة لكل العائلات والأشخاص والأفراد المحتاجين بمنطقة البترون. بقى البلدية حبت أنه تعمل هاللفتة خصوصا على هالعيد، ودعيت كل الجمعيات تنسق مع بعضنا بنهار لحملة ميلادية كل الناس اللي بيحبوا يتبرعوا، إن كان بتياب، بمواد غذائية، بأحذية وبألعاب، وأهم شيء إنها جديدة، بيجيبوها على مركز البلدية وبتتوزع للجمعيات بحسب كل شيء، كل شيء جديد. إحنا بنعرف قدامهم إنه الواحد يعطي شيء جديد مستعمل كل يوم بناخد. نعم. كل يوم بيجينا اشياء كتير مستعملة، واشياء للكب، واشياء ما بتنلبس وما بتنعاز. كتير مهم انه شغلة مهمة، افعلوا للناس ما اردتم ان يفعله الناس لكم. نحنا لازم نعطي هدية لغيرنا مثل ما بنحب انه نحنا نتلقى الهدية. هيدي شغلة كتير مهمة واساسية. لهالسبب كله لازم يكون جديد، من تياب، من العاب، من احذية، وأكيد مواد غذائية، وقدي قلنا بداية نحن بحاجة هالفترة لمواد غذائية، لأنه بالفعل في ناس مثل ما بتعرفي عم بتجوع، والأشخاص اللي بدهم يقدموا هالمساعدة أنتم مخصصين لهم نهار واحد اللي هو نهار الأحد 15 كانون الأول. بتفتح البلدية أبواب الساعة 10 الصبح للساعة 5 المساء. نعم. ورح يكون في مندوبين من كل الجمعيات المشتركة، الجمعيات بحب نوه الصليب الأحمر اللبناني، كاريتاس البترون، جمعية لتكن مشيئتك،
حركة فرسان العذراء البترون، جمعية مار منصور، وفي أكيد رعية الروم الأرثوذكس ورعية الموارني. الكل رح يكونوا موجودين، وكل جمعية عندها عدد عيال بتساعدهم، ورح يتوزعوا هالأشياء اللي بتنعطى لهالجمعيات. رح تجمعوا كل هالهدايا أو كل هالتبرعات يلي عم بقدموها الأشخاص أو الجمعيات. نعم. أوكي، للأشخاص المحتاجين. الأشخاص هني، مش الجمعيات رح يقدموا، الجمعيات رح تساعد، الناس رح تقدم والجمعيات رح تستلم كل الدوناسيون اللي انعطيت وتوزعها حسب الجمعيات ما رح تشارك بالتبرعات والمساعدات. الجمعيات هي همتها بدها تعمل هالهمة، يعني هيدي دعمة من البلدية للجمعيات. الجمعيات بتساعد خلال كل السنة على عدد أيام السنة عند العطاء المستديم، وهيدي بس مش غلط أنها تساعد كمان بهالفترة. لا أكيد، ما اختلفنا، هيدي مهمتنا كلنا أن نساعد وتكون موجودين قدام كل إنسان محتاج، وخصوصا بهالعيد. وبحب ألفت النظر وأشكر الفنان جورج خباز اللي هو دايما بيبصم هالحملة بإطلاقة، يعني بكل شيء هل اللي بتكون تسمعوه البروموسيون البيبليسيتير تبع هالحملة، هي من تأليف الفنان جورج خباز. نص الشعر، نص الشعر. خلينا نسمعه بما أنك فتحت الموضوع، ومنرجع نشوفها لما تجهز، لما تصير جاهزة بركي منرجع نسمعها. خبريني كيف رح يتم توزيع هالمساعدات من بعد ما تتجمع وتتعرب بحضور كل الجمعيات. من كل واحد عنده الداتا تبعه بيخدها حسب الداتا الموجودة، وتتوزع بالتساوي على كل الجمعيات. يعني نحن 5 أو 7، كل شيء بيجي بيتقسم على 7، من مواد غذائية، من هيك. وعلى هالأساس من بعد نستلمون لحد يجوا قبل العيد، منشان يجي وقتهم هدية بعيد الميلاد. وراح تجمعوا التبرعات بمركز البلدية مثل ما ذكرنا من شوي. التبرعات اللي هي عينية، مش تبرعات مادية. العينية اللي هي طبعاً مواد غذائية، اللي هي مثل ما قلنا ألعاب، اللي هي تياب، اللي هي أحذية. في حال كانت مادية؟ في حال كانت مادية. هلا نحن إجمالا ما فاتحين للمادية، بس أكيد كل جمعية عندها حاجات من مرضى، من هي. إذا في ناس أصروا يمكن يحبوا يتبرعوا ماديا، أكيد بإشراف البلدية. مع أنه هالشي نحن مش عم ناخده ماديا، مصاري ما عم ناخد. بس بتقدر ساعتها البلدية هي بتهتم وبتشوف حسب حاجة الجمعية، يمكن حدا بده دواء، يمكن حدا بده استشفى، يمكن حدا بده فرق وزارة، بتعرفي في حاجات كتيرة. طبعا إذا حدا حب يساعد عائلة محتاجة أو حب يلتجي لإلكن، حتى أنتوا تدلوه على عائلة محتاجة حتى هو يزورها وهو يقدم لها المساعدة، هالباب مفتوح؟ أكيد باب العطاء مفتوح ومشرع. قديه بحاجة لناس انها تساعد بعضها، قديه بحاجة انه لناس توقف حد بعضها وتدعم بعضها، مش بس بهالظروف الصعبة، كل يوم. لانه نحن وقت عم نخدم كل انسان محتاج، نحن عم نخدم يسوع. يسوع متنكر بكل انسان موجود حدنا وبوجه كل انسان. لهالسبب نحن ما لازم نحد هالعطاء ولا نحده بعيد الميلاد. اونتر بارونتيز، هيدا العطاء لازم يكون مستدام، لانه ربنا عطينا كثير، ونحن قد ما بنعطي ممنوع فيه، وما بنقول له شكرا على عطائه. هالمساعدات رح تكون لاهل البترون فقط؟ مبدئيا نعم، البترون وجوار البترون. يعني المناطق الضيع او البلدات اللي حد البترون. يعني هيدي شغله كثير مهمه، لانه في حاجات كثيره، وهالحمله قايمه فيها بلديه البترون من شان أهل البترون. نعم. جمعية لتكن مشيئتك هي من إحدى الجمعيات المشاركة بهذه الحملة. أمتين تأسست هالجمعية وكيف على مدار السنة بتشتغلوا وبتساعدوا الأشخاص؟ الجمعية تأسست سنة 2008، أكيد بعد شفاء العجائبة، وجمعية غير متخصصة. غير متخصصة، يعني مش مخصصين للذوي الحاجات الخاصة أو للمسنين أو الباب مفتوح للكل، لكن الإنسان محتاج بدأ. وأهم شيء عنا الاهتمام بالسجون،
وأنا شخصيا مسؤولة من قبل المرشدية العامة للسجون عن سجن البترون. نعم. وهيدا العمل الجمعي اليومي بخدمة السجناء روحيا واجتماعيا. وبقدرة ربنا ومشيئته نحن بدنا نمشي، لأنه الحاجات كتيرة والحصات كثير أما الفعل فقليلون، بس دايما اتكالنا على الرب وعلى نعمه، هو بيفتح البواب دايما. طبعا. وإذا في متطوعين حابين ينضموا للجمعية، الأبواب مفتوحة؟ الأبواب مشرعة على الكل. ما في مشكل أبدا. نعم. والجمعية بتفتح أبوابها من أي ساعة؟ 34 على 24. نعم. على مدار السنة نحن حاضرين كل الوقت، ساعة اللي بيجينا أي طلب تنكون جاهزين للخدمة. الله يقويكم ويعطيكم حسب نواياكم مثل ما بيقولوا، ويفتح البواب بوشكم، لأنه دايما في مثل بينقال كل ما ينسكر يتسكر باب، طبعا في باب أوسع رح ينفتح. يعني إن شاء الله هيك هالأعمال الخيرة اللي عم بتقوموا فيها تكون عم بتشرع لكم كافة الأبواب حتى تقدروا توصلوا لكل حدا، وحتى باب كل واحد موجوع، كل واحد جوعان، وكل واحد تعبان، وكل واحد بحاجة لمساعدة كان مادية أو اجتماعية. اليوم بدي ارجع اذكر بالحملة اللي عم تقوموا فيها اذا الله راد، نهار الاحد ب15 كانون الاول بمركز بلدية البترون، حتى تجمعوا التبرعات حتى توزعوها على العائلات اللي هي بحاجة، ابتداء من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 5 المساء. ابواب البلدية مفتوحة. نعم. لكل شخص حابب يقدم المساعدة، كان من التياب او مواد غذائية او حتى هدايا للاطفال أو ألعب. أهلا وسهلا فيك روزين صعب، رئيسة جمعية تكون مشيئتك، ويعطيكم ألف عافية على هذا المجهود اللي عم بتقوموا فيه. شكرا لتلفزيون لبنان على استضافتنا، ونحن نتمنى هالعيد يكون مبارك على بلدنا وعلى الكل يا رب.